حبيبي دكتور أحمد، إذا تحب نبدي حاليا. هذا دكتور عبد الله، تزين صوتي؟ حبيبي دكتور أحمد، إذا تحب حاليا نبدي، بس راح أفتح لك الشير. صوتي واضح يا مكلو؟ لا واضح بس شوية بعيد. هسه دكتور كل زين، دكتور كل زين تمام. يا أي والشير يمك، بعد تقدر تبدي إن شاء الله، وموجودين على اليوتيوب وعلى الزوم، كل شيء تمام. ضربة بوينت يبك ولا لا؟ دكتور والله بعدها بدي احمل، بدي اطلع مفتح. هسه فتح، فتح دكتور، فتح كلش واضح. دكتور احمد تسمعني؟ ايه دكتور اسمع. تمام هسه؟ واضح 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 جدا، واضح دكتور واضح. نبلش بعد ان شاء الله. ها هي دكتور توكل. يا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. ان شاء الله قبل ان نبلش انا عندي اليوم ثلاث شغلات اريد اوضحها. بدايه لازم نشكر الطلاب اللي لا يزالون عندهم الرغبه بالتعلم رغم كل اللي قاعد يصير في الظروف الحاليه والوقت الحالي، لكن ما العفو دكتور احمد، دكتور احمد صوتك دا يقطع دكتور. او ماكو عذر يعني انه يعني لاخر هذه التفاصيل او الوضع البيت ما يساعد. لا اللي احنا دكتور ها دكتور واضح صوتي؟ يا ريت لو تعيد. خاف انه ضعيف هسه واضح؟ اي اي يا ريت لو تعيد. يلا تمام هسه بس امشي. واضح صوتي؟ اي اي واضح ان شاء الله دكتور. واضح. ثلاث شغلات تمام دكتور، ثلاث شغلات انا ايضا اوضحهم اليوم قبل ان نبلش بهذه المحاضره، لان هذه المحاضره اعتقد رغم البعض من يشوفها ويقول ملقم ما يهتم بسبب اللي قاعد يصير. فأولاً أنا أريد أشكر الطلاب اللي لا يزالون عندهم رغبة حقيقية للتعلم، لا يزالون أنه ماكو فد عذر رسمي أو عذر قوي يمنعنا أنه إحنا نتوقف أنه نتعلم. إحنا طلاب وراح نستمر طلاب إلى أن شغلة ثانية. أحب أشكر الدكتور عبد الله على اللي قاعد يسويه، لا يزال هذا الرجل يستمر بما قاعد يقدم للطلاب من خدمة كبيرة. وأكرر دكتور عبد الله إنه أنت أي شيء تريده أنا موجود وداعم لك بكل قاعد تسوي، ونشكرك نيابة عن الطلاب ونيابة عن نفسي. الشغلة الثالثة اللي أريد أوضحها هي يا جماعة موضوع الأملقم، المشكلة اللي قاعد يصير حاليا الأملقم يا جماعة، المشكلة بينا إحنا ما نعرف الأملقم الحقيقية. هذا الكورس اليوم هو راح يبين الساينس الحقيقي بيهايند ذا أملقم. شلون أنت حتى تحصل، هو مو تكست بوك يقول لك المفروض الأملقم تقعد 12 سنة. شو جماعتنا اللي قاعد يصير بالفيس وبالمراكز الصحية والمراكز التخصصية والعيادات المتوسطة، ليش قاعد الأملقم ما تقعد أسبوع؟ ليش الأملقم قاعد تطيح؟ ليش الأملقم هيك شو هيك شي؟ الأملقم الحقيقية ذاكرة التكست بوك تحتاج برنسبلز، تحتاج ساينس حقيقي. ما تقول لي الأملقم مؤسستك، لا هذا مو كلام. هسه تقول لي لارج كافي تو هاي يسوي لك كراك، نعم أنا متفق وياك الأملقم بيها يصير بيها اكسبانشن، الأملقم يصير بيها كريب، بس هو نفسه ديفيد كلاك ب 2001 إلى 2003 من سوى كلينيكال ستاديز. ثلاث سنوات هو يشتغل على بحث واجا فحص الاكستراكت التيث بعد ما شال من عيتين الاملقم تحت ال 16 اكس تحت 16 ماجنيفيكيشن بالمايكروسكوب، اكتشف شغلات انه يا بي ماكو. وهو نفسه ذات نفسه يقول ديفيد كلارك
ديفيد كلارك اللي هو نفسه يعتقد انه جيفي بلاك كان على خطا. نفسه ديفيد كلارك يقول ماكو حاليا ارتكلز بالعالم يثبت انه الامالجام بالفعل تكسر السن، ماكو. ديفيد كلارك نفسه يقول الاف دي اي والدبليو اتش او والان اي اتش والسي دي سي كلهن يقولن الامالجام ار سيف نون توكسيك. زين هاي الاشاعات مال الامالجام مو زينه والامالجام تكسر السن، هسه الامالجام بيها ثيرمال كوندكتيفيتي الكل بيها، بس انت تريد تقنعني اليوم انه الامالجام مو زينه اذا ما عندك شيء حقيقي، principles, science, evidence-based concepts, articles, research، ومو اي research، اي research حقيقية من هاي ام clinical randomized trials، ام systematic review، ام meta-analysis، تطينيان يلا اختنع. اليوم قبل لا نخلص هذه المحاضرة خلنا نتفق على شغلة، انه انا ما كلت نحن اليوم ما نحكي بمعلومة اذا مو هي علمية 100%، اذا ما انت متأكد منها لا تحكيها، لان هذا زميلك راح يروح ياخذها، واذا هي خطفه واخذها واحد ما راح يطبقها على البيشنت، وانت صرت سبب دمار. ما احكي معلومه اذا مو علميه 100%، واذا ما عندي شيء ريفرنس استند عليه بكلامي. الشغله الثانيه من اتناقش انا وزميل الي واختلفنا بالكونسبتس، نروح نرجع للتكست بوك هو يحل المشكله. لا تقول الكومبوز زينه والامل مو زينه، تحب الكومبوز براحتك ما عندنا مشكله، تريد تتعلم الكومبوز واي نوت، ما هي كل امه محمد قاعد تشتغل كومبوز، بس لا انت تروح تشتغل كومبوز تتعلم كومبوز وتجي تحكي على الامل جام وتقول الامل جام مو زينه والامل جام بيها اوبن كونتاكت وانت ما تعرف تحط الباند والامل جام تكسر السين عادي، كلهم يسوون مايكرو كراك. اذا اني ما اعرف الامل جام الحقيقيه لا احكي بيها، اذا اني ما اعرف البرنسبلز مال جيف بلاك ما احكي، اروح احكي بالكومبوزيت كلهن مو زينات. اكو سكول جماعه الامالجام لا يزالون يدعون الامالجام زينه، جماعه الكومبوز لا يزالون يدعون انه الكومبوز زينه واحسن من الامالجام، وهسه يجوك جماعه الاندايركت ريستوريشن جماعه الالي والاولي ويقولون هو هذا البيرفكت سوليوشن. ليش؟ لان الالي والاولي جمعت لك الفانكشن الاستاتيك مال الكومبوز وجمعت لك الفانكشن والباور والفورسز والميكانيكال بروبرتيز مال الامالجام، وهي هم الاندايركت هم به المضار. ماكو شيء مثالي، فاني ما احكي بشيء واذم بشيء، لو اعرفهم كلهن ومن يجي احد يسالني اجاوب عليه قدهن لا ما احكي. ليش اني اجي ابرز للناس وقاعد اشوفه حاليا انه يجون طلاب امل قام هيك وهيك، انت هذا الهيك والهيك انت شايفه بعينك؟ لو انت سمعت من واحد قال لك عليه، لو انتم عجبكم الكاردق مال الكومبوست الحلو وجاي تحكون على الامل جام، لو انتم عجبكم التنت اللي تحطها فوق الكومبوزيت، هو هذا الصح؟ هو هذا اللي يعجبني؟ هو هذا الساينس؟ انه انا اسقط بفلان ماتيريال واني ما اعرف الهي؟ كل يوم احنا بعركه، يوم بالمنتدى العربي، يوم بجروب دنتستري ماي باشن، يوم مدري وين. الامل جام هيش تعال قنعه، الكومبوزيت هيش تعال قنعه، ما اعرف ما احكي. إذا أنا سبع أروح أتعلم وأجي أدافع عن الماتيريال اللي عندي. فإحنا ما نعرف الأمل قبل ما نحكي بيها. اليوم راح نشوف البرنسبلز، خلينا نشوف وين المشكلة. ديفيد كلارك الرجل شلون يعتقد؟ يعتقد أنه البرنسبلز كانت قبل فترة جيف بلاك هي كانت صحيحة، وإحنا اليوم نقول هو جيف بلاك الأب الروحي للكونزرفاتيف دنتستري. بس ديفيد كلارك يعتقد انه جيف بلاك كان مخطئ بالبرنسبلز مالته، لانه هو شويه نوعا ما كان اجريسيف، وهي الامل قام تريد من عندك هالشكل انه تريد من عندك تكون اجريسيف، تريد من عندك انه تقص هوايه من التوست ستراكشر. ليش؟ لان هي الفيزيكال بروبرتيز مال الامل قام تتطلب ذلك. فهو شلون يعتقد؟ كان يعتقد انه المشكله مو بالكومبوزيت ديفيد كلارك، والمشكله مو بالامل قام، المشكلة بالكافيتي البريبريشن اللي احنا نسوي. المشكلة يا جماعة احنا بينا اكو برنسبلز، من تجي انت اليوم تشتغل امالجام انت بالفعل مطبق البرنسبلز الحقيقية ما تجي في بلاك، لو هيك احفر وطم. واكثر كونسبت انا اكره بحياتي من واحد يقول لي دكتور احفر وطم، دكتور خلينا نحفر ونطم، هذا مو كلام ساينتفك مال احفر وطم. ليش ما احفر وطم؟ هسه نجي نشوف. قبل لا نجي نحكي احنا اليوم ان شاء الله موضوعنا هو البرنسبلز، بالبدايه ناخذ البرنسبلز مال جيف بلاك ونتعرف عليها، بعدين نحكي على الكافيتي بريبريشن فور امالجام للكلاس 1، وراها نسولف على الكلاس 2.
اهم شيء يا جماعه من نريد نعرفه لازم نعرف انه الوولز مال الكافيتي، الكافيتي اعتيادي مال الامالجم هو تقريبا راح يكون للكلاس 1 تقريبا راح يكون بثابه مستطيل مثل بثابه غرفه، تقريبا بها وول جدران وبها ارضيه. اهم شيء انه اريدكم تعرفوا اليوم انه الوول اللي يكون باتجاه السيرفيس مال التو ستراكشر ياخذ اسمه. يعني ان انا اذا عندي هنا باكل سيرفيس وهذا الكاسب او باكل كاسب وباكل سيرفيس، الوول اللي راح يكون يم الباكل سيرفيس اسميه باكل وول. اذا عندي اني لينجوال سيرفيس، الوول اللي راح يكون يم اللينجوال وول اللي من اللينجوال سيرفيس اسميه لينجوال وول. كذلك عندي انا الميجيال وول وعندي الديستال وول. اما السيرفيس راح يكون فوق الفلور اسميه البالبال فلور، لان احنا من اليوم وراح بعد ما راح نتعامل كله بالباكل واللينجوال وول. هاي اكو سبوتاي على الباكل وول يا دكتور شيلها، هاي اكو لاين شارب لاين انجل على اللينجوال وول يا بشيلها. فانت المفروض تعرف شو اقصد بالباكل وول. من اقول لك باكل وول يا بالباكل وول هو الوول اللي يم الباكل سيرفيس، اللينجوال وول هو الوول اللي يم اللينجوال سيرفيس. اهم شيء احنا لازم نعرفه اليوم اكو شيء يسمونه الكافو سيرفيس مارجن. الكافو سيرفيس مارجن من تجي تعطيها ديفينيشن شو يقول لك؟ يقول لك هي the margin that formed between the joining of the external wall and the internal wall. شو يقول جيف بلاك؟ جيف بلاك يقول اكو حافه راح تتكون عندك بين الجدران الداخليه مال الكافيتي اللي انت قصيته وسويته بالبير وبين الجدران الخارجيه مال التو ستراكشر اللي احنا ما وصلنا يمها. يعني احنا بالكلاس 1 اللي هو عباره عن بيت اند فيشر، فالكافيتي مالتي راح يكون تقريبا بالبيت اند فيشر. يعني البكل كاسب انا ما راح اوصل يمه، واللينجوال كاسب ما راح اوصل يمه، والمارجنال رج ما راح اوصل يمه. فهذا شو يسميه جيفي بلاك؟ يسميه هذا الاكسترنال وول او الاكسترنال سيرفيس، هذا الخارجي اللي انا ما واصل يمه. اما هذا الداخلي اللي انت حفرته بالبير وهيئته حتى تجي تقعد بالامالجم يسميه الانترنال وول، الجدران الداخليه او الانترنال سيرفيس. جيف بلاك شو يقول؟ يقول يا بالحافه بيناتهم بين الاكسترنال والانترنال اللي هي هاي الصايره بشكل مربع، هاي اسمها الكافو سيرفيس مارجن. هاي المربعه اللي هي متكونه بين الاكسترنال وول السطح الخارجي وبين الانترنال وول الجدران الداخليه. اهم شيء احنا عندنا بالبرنسبلز مال جيف بلاك هي الكافو سيرفيس مارجن، لان الناس تعتقد وبالفعل هذا الكلام مو اعتقاد انه اغلب الفينيرات بالامالجم هي تبدي من الكافو سيرفيس مارجن، خصوصا اليوم. اليوم اللي سويت انت امالجم باكر راح البيشنت، راح عاده البيشنت ورا ثاني يوم يجيك عنده مشكله يقول لك سنسيتيفيتي عندي دكتور قاعد اتصل علي، وهاي اتصل عليك معناها انه انت هنا عندك مشكله بالمارجن بالكافو سيرفيس مارجن مالتك صايره اوبن. اما بعد سنه سنتين لا ما يصير بها مشكله. ليش؟ لان الامالجم بها احنا حكينا قلنا بها اكسبانشن وبها كريب، فراح تمتد على التو ستراكشر وتغطي لك هاي المارجن. هذا كله راح نحكي ان شاء الله، بس اهم شيء انا اليوم اريد اعرفه انه هاي الزاويه اللي تتكون بين الاكسترنال وول وبين الانترنال وول يسموها الكافو سيرفيس مارجن. هذا هو الاوت لاين فورم لكلاس 1 للبري مولر، هذا يعني اوت لاين فورم المظهر الخارجي مال الكافيتي بريبريشن لكلاس 1 بالبري مولر. هذا هو الكافيتي بريبريشن لكلاس 2. هاي الكافو سيرفيس مارجنز اللاين الشكل الخارجي الحافه والخط الخارجي بين الاكسترنال والانترنال نسميها احنا الكافو سيرفيس مارجن. هذا يسمونه بالبال فلور، هذا قدامك هو الديستال وول، هذا اللي منه هو الباكل وول، هذا اللي منه هو اللينجوال وول، هذا بالبال فلور، هذا اكزيال وول، هذا يسمونه جنجايفال سيت لان صاير فوق الجنجبه. هذا انا سميته بالبال فلور لان بالحقيقه يا جماعه هو فوق البالب. هذا اسميه جنجايفال لان بالحقيقه يا جماعه هو فوق الجنجبه. البالب وين صار؟ صار جوا البالبال فلور وورا الاكزيال وول. هذا الجنجيفال سيت ترى ما جواه بلب، جواه جنجبه. من اجي انا اخذ اشوفن اشوفن بعض البلبل فلور الاكزيال وول ديستال فاشيال لينجوال جنجيفال سمنتو انيمال جنكشنز، هذا قاعد اباوع عليه هسه انا قاعد اشوفن بروكزيمالي، قاعد بروكزيمالي اتفرج على الكلاس 2. هاي الخط اسمها الكافو سيرفيس مارجن، وهي اهم مارجن عندنا اليوم هي بالاوبراتيف او بالاخص بالامالجم.
دائما احنا من نحكي ك principles وكافيتي بريبريشن الامالجام او من نحكي الامالجام لازم نستذكر الكلاسيفيكيشن مال جي في بلاك. جي في بلاك خل هذا الكلاسيفيكيشن يا جماعه هو الكافيتي بريبريشن وليس للكاريز. فجي في بلاك كان يقول يا كلاس 1 هو عباره عن بيت اند فيشر كاريز بالاوكلوزال سيرفيس مع المولر. عاده يجيك البيشنت عنده بيت اند فيشر وراح يجيك عنده سنسيتيفيتي على السويت على الكولد ويجي انت تجي تفحص الاسنان تباوع تتفرج باوعت على الاوكلوزال سيرفيس لقيت انه اكو ديسكولريشن. هذا ديسكولريشن بس يا ترى هذا كاريز ما اعرف هذا كاريز ما اعرف شو ادرينا انا هذا كاريز ولا. هنا يجي يدخل مفهوم الدايجنوستس واجيب البروب وباي جنتل بروبك امشي البروب من الميجل من الميجل سيرفيس تو ديستال سيرفيس افوت البروب. اذا فات سموث هذا مو كاريز واذا صار بي كاتش هذا كاريز. فجي في بلاك يقول كلاس 1 هو عباره عن اي بيت اند فيشر كاريز هو عباره عن كلاس 1 اي بيت اند فيشر كاريز هو عباره عن كلاس 1 اي بيت اند فيشر كاريز هو عباره عن كلاس 1 زين. وين انا عندي بيت اند فيشر بديهيا عندي على الاوكلوجال سيرفيس مال البوستيرير تيث كذلك عندي على البكل على البكل سيرفيس اكو بكل بيت بالمولرز اكو بكل بيت هنا بالمولرز هذا يصير بيها كريز هذا اسميه كلاس 1 وكذلك انا عندي شيء يسمونه لينجوال بيت بالانتيرير تيث. الانتيرير تيث يا جماعه خصوصا ابر انتيرير اللينجوال سيرفيس او الليبيال سيرفيس مالتهم اكو فوسي يسمونها اللينجوال فوسي واكو فد بروجكشن كبير يسمونه السنجلم واكو فد مارجز ثيك ويسموهن المارجنال ريج وبنص الفوسه مالته بنص الليجا فوسه اكو بتاي يسمونها اللينجوال صار كريز اسميه كلاس 1. فكلاس 1 هو عباره عن بيت اند فيشر كريز نشوفه بالبوست بالاوكلوزال سيرفيس مال البوستيرير تيث يعني مولر وبري مولر بالبكل بيت مال المولر فقط وباللينجوال بيت مال الانتيرير تيث وعاده هو الابر فقط. الكلاس 2 راح يكون هنا عندك الكريز صاير على البروكسيمال سيرفيس كاريز on the proximal surface مال posterior teeth فقط. كاريز على the proximal surface مال posterior teeth أسميه class 2. الحلو بالكلاس 2 إنه يبين بالإكسراي. الكلاس 1 ما يبين بالإكسراي يا جماعة من تريد أنت تشيك اليوم كاريز بيت آند فيشر كاريز بالكلاس 1 ما يبين لا تحاول لا تأخذ إكسراي. ليش؟ لأن هنا راح يصير عندك overlap الكسبات كلها الإنمال فراح يغطى لك البيت آند فيشر والدليل من تجي هسه تتفرج هنا على هاي إكسراي ما راح يشوف البيت اند فيشر. اكو كاريز اي اكو كاريز بس ما راح يشوفه. ليش؟ لان هذا كله انمال مسوي لك اوفرلابنج ومغطي لك الكاريز. بس بالكلاس 2 لا يبين الكاريز. احلى شيء بالكلاس 2 انه بالاكس راي يبين كل شيء بشكل واضح. تجي تباوع على البروكسيمال سيرفيس راح يشوف انه اكو راديو لوسنسي. اكو راديو لوسنسي صار بشكل احنا نسميه كاب شيب مثل شكل القبعه. فهذا يا جماعه دكتور أحمد الكاريز بروكسيمال هو عبارة عن كاريز اون ذا بروك هو عبارة عن كاريير تيث فقط. ها دكتور العفو دكتور يمكن يعني بس لو تعيد آخر 10 ثواني انقطع بها الصوت. تمام قلنا هذا الكلاس 2 هو عبارة عن كاريز on the proximal surface of the posterior teeth فقط. قلنا الحلو به أنه هذا بالإكس راي يبين عندك من تجي تأخذ إكس راي راح تشوف أنه الكاريز مبين عندك هنا موجود. أكو راديو لوسنسي أكو راديو أوباسيتي اللي هي مال إنامول وبنصها راديو لوسنسي هي مال الدنتين عفوا مال الكاريز. هذا الوايتنس هو عباره عن انامول وهاي الراديو لوسنسي السواد هو الكاريز. شوف دكتور هنا انا فاي امالجم او كومبوزيت بس هاي شكلها والله شكلها هي كومبوزيت مال امالجم كاريز. هذا شوف هنا هذا سكندري كاريز يا جماعه جوا الريستوريشن اللي حاطه هو. هذه اذا تسال هذا البالب تشامبرز هاي الراديو اوباسيتي هاي ستون بالب ستون موجوده داخل البالب
هذا هنا اعتقد ايكو كالسيفيكيشن بالبوب تشامبرز، كل هذا نتيجه اللوغ لاستيك كاريز. كل ما الكاريز يبقى بالتو ستراكشر كل ما راح تبدي عندك ديفنس ميكانيزم يبدي البلب يدافع عن نفسه، يكون لك كالسيفيكيشن، يكون لك تيرشري دنتين، يكون لك بلب ستونز. زين قلنا كلاس 3 هو عباره عن كاريز اون دي بروكسيمال سيرفيس مال الانتير تيث فقط، هذا ايضا يبين عندك بالاكس راي يبين بشكل واضح. كلاس 3 عباره عن كاريز اون دي بروكسيمال سيرفيس اوف دي انتير تيث. كلاس 4 هو عباره عن كاريز اون دي بروكسيمال سيرفيس مال الانتيرير تيث ومسوي لك انفولفمنت للانسايزل ايدج، يعني الكريز صاير بروكسيمالي بالانتيرير تيث بس جاي مسوي انفولفمنت للانسايزل ايدج وضارب لك الانسايزل ايدج مال الانتيرير تيث. هذا احنا نسميه كلاس 4 وحكينا عليه اعتقد بالتفصيل الممل بمحاضره التراماتيك انجري، وقلنا نادر ما يجيك البيشنت كلاس 4 كريز، عاده يجيك فراكتشر مثل هيك الكيس هيك يجيك قبل فراكتشر. هذا احنا بالاوبراتيف اليوم بالاوبراتيف نسميه كلاس 4، بس هناك من كنا ذيك الجمعة من حكينا على التراماتيك انجري قلنا اوكي هذا كلاس 4 اوبراتيف، بس تعال سولف لي هذا يا كلاس بالالاس كلاسيفيكيشن، هذا يا كلاس بالفراكتشر، هل هو كلاس 1 بالفراكتشر كلاس 2 بالفراكتشر؟ وبديهيا نعتقد هذا كلاس 2 الاس كلاسيفيكيشن، يعني قص لك الانامول وقص لك الدنتن. شوف هذا كذلك فراكتشر بالانتيرير تيث، هذا كلاس 3 الاس كلاسيفيكيشن، ليش؟ لان قاس لك انابل ودنتن وسوي لك اكسبوجر. فاحنا اليوم كاوبراتيف نسمي هذا كلاس 4، واحنا كاوبراتيف هذا عندنا هو التريتمنت مالته هو ريستوريشن اعتياديه. كلاس 5 هو عباره عن كاريز اون ذا سيرفايكال سيرفيس مال كل الكل التيث، كاريز على السيرفايكال سيرفيس اوف اول تيث interior ماشي posterior ماشي. فإذا عندك كريز on the cervical surface مال كل التيث موجودة بالأورال كافيتي احنا نسميه كلاس 5. بدي هي جي في بلاك كان مسوي هو هنا جي في بلاك من حتشي كلاسيفيكيشن حتشاه ترى للكافيتي بروبريشن مال الأملقم، يعني هسه تقول لي قبل كان اكو كافيتي بروبريشن للأملقم بالكلاس 5 اي موجود، يعني كانوا يحطون أملقم هنا بالكلاس 5 يحطون بالكلاس 3 اي نعم يحطون املقم. الكلاس 6 الامانه واللي انا ما شايفه ابد اللي هو عباره ايش يقول لك هنا جي في بلاك بالكلاس 6 اللي انا ما شايفه ابد الامانه، وما احنا حتى بنشتغل بيه سواء كان بالعيادات او مراكز الصحه نادر ما يجي كيتش كيس. شو كان يقول جي في بلاك؟ كان يعتقد هو الرجل انه الكريز يصير بالكاسبتب او بالانسايزل ايدج، كريز يصير بالحافة القاطعة مال السن، وإحنا عندنا الحافة القاطعة بالposterior teeth هو الكاسبتب والحافة القاطعة بالانتيرير تيث هي الانسايزل ايدج. فإذا صار كريز بهاي المنطقتين أسميه كلاسيكس posterior، أسنى نجي على الposterior teeth كريز وين صار بالكاسبتب فقط أسميه كلاسيكس، وإذا فقط بالانسايزل ايدج بس مال الانتيرير تيث أسميه كلاسيكس. أوكي ماشي تمام، انا صار عندي مفهوم على الكلاسيفيكيشن مال جي في بلاك اكوردنج تو ذا كافيتي بريبريشن، وعرفت انه اي بيت اند فيشر كاريز هو عباره عن كلاس 1 واي سموث سيرفيس كاريز هو عباره عن كلاس 2 وكلاس 3 وكلاس 4 وكلاس 5. البرنسبلز وين هي بالموضوع؟ جي في بلاك ايش قال؟ قال اكو برنسبلز فور كافيتي بريبريشن حتى الأمل تبقى تقعد عندك 12 سنة أو أكثر، والدليل اليوم إنه أكو ناس عندهم الأمل قام سنهم موجودة أصلاً 30 سنة 15 سنة قاعد هذا بالدنتسر قاعد هذا ذاك الوقت كان يعرف الـ principles مال جي في بلاك كان يشتغل scientifically. فالبرنسبلز مال جي في بلاك فور كافيتي بريبريشن يا جماعه هن سبع نقاط احفظهن اني واروح اطبقهن بالكيس مالتي اطبقهن على البيشنت مالتي. اول نقطه بالبرنسبلز كان يسموها الاوتلاين فورم. الاوتلاين فورم يقصد بيه كان جي في بلاك هو الشكل الخارجي للكافيتي مالتك اللي هو هسه بهذا الاستاد هذا الصوره قادر باو عليها هي الاوتلاين فورم فور كلاس 1 كافيتي، يعني المفروض الكافيتي كلاس 1 كافيتي مالتك على المولر يكون هالشكل هذا.
هذا يسمونه اوتلاين فورم، وهذا حتى تحكم عليه انه انت سويت اوتلاين فورم لازم تخلص الستبس السبعه كلهن، البرنسبلز السبعه كلهن تطبقهن، يلا اخر شيء تقول هذا الاوتلاين. فاول نقطه هي الاوتلاين فورم. ثاني نقطه الريزيستنس فورم. جيم بلاك كان يعتقد انه الاملجم هي مو ماتيريال عاديه، هي ماتيريالز تحتاج منك تسوي اشياء داخل الكافيتي حتى ما تنكسر وحتى التو ستراكشر ما ينكسر. مصطلح الريزيستنس فورم انه الاملجم والتو ستراكشر ما ينكسرن، فانا لازم بالكافيتي مالتي اسوي اشياء حتى الكافيتي مالتي ما ينكسر وحتى الاملجم ما تنكسر. يسمونه ريزيستنس فورم، انه مقاومه الكافيتي ومقاومه الاملجم للكسر. هذا البرنسبلز الثاني. البرنسبلز الثالث يسمونه ريتينشن فورم. مصطلح ريتينشن انه حتى الاملجم ما توقع. هسه حتى الاملجم ما تكسر وحتى التو ستراكشر ما يكسر اسميه ريزيستنس فورم. حتى الاملجم ما توقع عند الكافيتي اسميه ريتينشن فورم. وهذا الكافيتي مالتي لازم يكون بفد اندر كات، لازم يكون بفد ميكانيكال ريتينشن حتى يكض الاملجم وما يخليها توقع، فاسميه ريتينشن فورم. النقطه الرابعه كان اسمها كونفينينس فورم، اللي نعتقد اللي هو معناها الشكل الكافيتي مالتك ملائم، الشكل الملائم للكافيتي. هل الكافيتي مالتك ملائم بحيث اني اشوف الفلور، اشوف اذا اكو هيدن كاريز، اشوف اذا اكو اسرمس تدخل انسايد، سمول كوندنسر يا جماعه يفوت بالكافيتي مالتي حتى يسوي لي كوندنسيشن الاملجم، لو لا الكونفينينس فورم الشكل الملائم للكافيتي لازم تجيب اصغر كوندنسر عندك انت وتفوته داخل الكافيتي يفوت، لان فد شوي انت راح تحط املجم، ومن تحط املجم وما عندك كوندنسر يفوت شو راح تسوي لها كوندنسيشن؟ لازم اصغر كوندنسر يفوت، يلا تقول كونفينينس فورم اني حققته. لا تقول لي اني مينيمال، اني مينيمال انفيزيف، لا تقول لي اني كونزرفاتيف بالبريبريشن مالتي. ترى اكو فرق بين الكونزرفاتيف وبين المينيمال انفيزيف وبين التراماتيك وبين المينيمال تراماتيك دنتستري. الكونزرفاتيف دنتستري هو هذا اللي نحكي به اليوم اللي هو مال جيف بلاك، صح راح تاخذ هواي من التو ستراكشر على مود الاملجم، بس هو هذا يسمونه كونزرفاتيف. المينيمال انفيزيف يصير بعد اصغر من الكونزرفاتيف، ما تقعد بيه املجم. الكافيتي مالتك اذا سويته صغير ما تقعد املجم، روح سوي كومبوزيت. هذا يسمونه مينيمال انفيزيف دنتستري. وظهر مصطلح جديد يسمونه مينيمالي تراماتيك دنتستري، انه هذا انا لازم اقص السن اكثر بعد، وهذا سوى ديفيد كلارك على مود الكومبوز، موضوع اخر ما نحكي احنا اليوم. فالكونفينيال لا تقول لي انه انا دكتور انا كونزرفاتيف مالتي بالبريبريشن والكوندنسر ما قاعد يفوت، ترى امل ما تقعد، هذا مو كونزرفاتيف. اجيب اصغر كوندنسر وافوت انسايد كافيتي يفوت، نعم فات، خلص انا سويت كونفينينس فورم. خلص هاي الاول اربع نقاط اللي هي الاوتلاين فورم والريزيستنس فورم والريتينشن فورم والكونفينينس فورم، هذن الاربعه يسموهن برايمري كافيتي بريبريشن اور انيشال كافيتي بريبريشن. يعني من تجي تشتغل املجم لازم وغصبا علي انه انا ذني احقق اول اربعه. هذني اول اربع نقاط يسمونه initial tooth preparation، اسويهن بالبدايه. سويتهن؟ نعم سويتهن. اجي على النقطه الخامسه، اجي ادخل بالجزء الثاني اللي هو يسمونه secondary cavity preparation. النقطه الخامسه يقول remove the remaining caries. يعني عندك بعد caries موجود بالكافيتي اي شيله، يعني بالبدايه انا لازم احقق ذني بغض النظر عن شيء لي الكاريز لو لا. احققهن؟ اجي على النقطة الخامسة، إذا عندي كاريز أشيله. Remove the remaining caries. هذا كان الـ principles الخامس. الـ principles السادس finish the enamel walls. جيب بلاك يقول لك الـ enamel walls شلون هين؟ اكو sharp edge؟ شيلها. اكو unsupported enamel؟ شيله.
لان يا جماعه احنا اليوم طب الاسنان بشكل عام ما عندنا شيء اسمه شارب ايج. احنا عندنا زاويه 90 بس زاويه قائمه، زاويه راوندد. اي شارب ايج لازم نشيلها، لان اي شارب ايج هي عباره عن ستريس كونسنتريشن اريا، هي عباره عن منطقه تجمع الضغوط، يعني شكو فورس راح تنزل على التوث راح تروح تتجمع بهذه المنطقه اللي هي الشارب ايج وتكسر التوث ستراكشر. وديفيد كلارك يعتقد انه المشكله الحقيقيه بالكافيتي بريبريشن ومشكله الكراك انيشيشن والكراك بروبيجيشن بالاملجم هي الشارب لاين انجل اللي انت تتركها، اللي انت بس سوي لها راونديشن، اللي انت بس سوي لها سموثنس. فرموف ذا ريمينك فينيش ذا انيمال وولز، انه انا اذا عندي شارب ايج لازم اشيلها او اسوي لها سموثنس او اسوي لها راونديشن. عفوا دكتور. نعم دكتور. دكتور بس سؤال، انت حاليا يا صوره طالعه يمك؟ هي بعد ما بغيرها لان انا قاعد اشيل هاي النقاط كلها هنا. اي نعم. تسالوني. تمام تمام دكتور. دكتور. ف remove the finish the animal walls. أي sharp edge لازم أشيلها أو أسويها smoothness أو أسويها roundation. أي unsupported animal، مصطلح unsupported animal يعني animal ما جواد انتن، لأن بالحقيقة يا جماعة هو animal هو hard tissue موجود بالبدي، أقوى tissue موجود بالتوث بالجسم الإنسان، أقوى حتى من البون. بس هذا animal يا جماعة هو brittle hash يعني easily fracture، فيحتاج جواد دنتن، لان الدنتن يكون بمثابه شوك ابزوربشن للانمال. فاذا عندك انمال ما جواد دنتن هذا تشيله، احنا نسميه اسبورتد يعني ما جواد دنتن، وهذا الانمال راح ينكسر. فشارب اي شارب لاين انجل او شارب اتش هي عباره عن منطقه ستريس كونستريشن، ستريس كونستريشن اريا ومنطقه كراك انيشيشن اند كراك بروبيجيشن، وهي هاي المشكله الحقيقيه اليوم في طب الاسنان، هي هاي مشكله الاملجم، انه الدنتست ما يشيل الشارب ايدج، ما يسوي لها راونديشن، وبالتالي السنه حيصير بكراك ويجا يقول لك الاملجم تكسر. طبعا تكسر، ما انت عرفت شارب ايدج بديهيا اكيد ينكسر تو ستراكشر. ليش؟ لان هاي شارب ايدج. لهذا اجى ديفيد كلارك وقال يا بالمشكله مو بالاملجم، المشكله بالكافيتي بريبريشن مالتك. ليش؟ لان انت من جاي تسوي كافيتي شو راح تستخدم؟ راح تستخدم فيشر بير وراوند بير وانفيرتد كون بير. الراوند بير ما مشكله، ما في مشكله، بس الفيشر بير هو عباره عن ستريت فيشر انه يقص يعوف شارب لاين انجل وراك، الانفيرتد كون هو شارب بير انه يقص يعوف شارب ايدج وراك، وهاي الشارب ايدج هي عباره عن شارب لاين انجل ومنطقه تجمع ضغوط ومنطقه كراك انيشيشن وكراك بروبيجيشن. الخطا انه هاي بيراتنا قاعد تسوي شارب ايدج، وهاي الشارب ايدج انت اذا ما زلتها راح تكون ستريس كونستريشن اريا وتكسر لك السن. اذا شنو الحكي اليوم؟ شو افتهمنا هسه؟ افتهمنا ان الامل قام عليها المشكله بالكافيتي. كم واحد بيني يسوي ريموفينج وسموثنس وراونديشن الاي لاين انجل؟ كم واحد بينا من يفوت الفيشر بير والانفيرتد كون بير يجي وراها بالراوند يسوي السموثنس؟ كم واحد بينا؟ احنا اليوم كيراكي دنتست. كم واحد بينا من يجي يحفر الاملجم يسوي هاي الستب؟ لو بس احفر وطم. هسه اني اقدر احفر وطم؟ لا ما اقدر احفر وطم. لان اريد ريتنشن، اريد ريزيستنس، اريد كونفينينس فورم، اريد finish the animal walls. أسوأ بير بالتاريخ هو ستريت فيشر بير. النيجلز يعوف شارب ايدج. بالكافيتي بريبريشن انا قاعد احكي. لهذا اليوم من تجي على الكراون، نتباوع على الكراون، تشوف كله شامفر بير هو عباره عن راوندد اند تيبر فيشر بير، تيبر وراوندد اند. على بيرات الكومبوزيت يشوفون الفليم بير هو راوند بير، البولت بير هو راوند بير، امريكان فوتبول هو راوند، الاندوزت بير وجماعه الاندو كلها راوندد، الالتراسونيك تيبس كلهن راوندد. ليش راوندد؟ حتى يعرفوا الشارب ماين انجل، حتى يعرفوا الشارب ايدج وراهن. النيدل بير هو النهايه مال التراوندد. ال 330 بير اللي ماكو منها بالعراق، 330 بير راح نشوفها بعد شويه، هو النهايه مال التراوندد.
اللي هو اللي يحكي عليه الارت اند ساينس. اللي يحكي الارت اند ساينس بيابير يقول لك 330 بير وال245 بير هيك يسمينه ويعطينا كودات كلهن راوندد اند. لان شو يسوي هو؟ شو يعتقد الارت اند ساينس؟ يعتقد انه انت مستحيل تسوي هاي الخطوه، تنسى مالك خلق تعبان، مستحيل راح تسوي راونديشن الاي لاين انجل. فانت من البدايه استخدم ال 330 او ال 245 اللي هو اصلا راوندد، وسوي البريبريشن مالتك وراح ينكسر السم عندك. هذا الساينس، هيك يقول الساينس. موقع على الصدفه، على الحظ، على التجربه. تجربتي انا عندي خدمه هالقد، اعتقد انه انا فوت كله بالفيشر بير. دكتور ما يحتاج، هو فيشر بير انا اسوي بكل كافيتي ماتك. دكتور انا فوت بالانفيرتد، بالانفيرتد بير قبل، شلون يفوت بالانفيرتد؟ هو الانفيرتد مسطح، شلون ينزل بالتو ستراكشر؟ ما اعرف ما اعرف. دكتور افتح البروكسيمال وول الكلاس 2 بالانفيرتد، هو الانفيرتد مثلث، مجرد ما تفوت بالبروكسيمال راح تدخل سلم بصفه. اكو اشياء بديهيه. زين لحد الان انا خلصت. عفوا بقت النقطه السابعه اللي هي كليف ذا كافيتي، تغسل الكافيتي دائما. شباب انتم اليوم احنا كطلاب بالعياده مالتي، انا بالمختبر مالتي، بالكلينيك مال الكليه، من اكمل الكافيتي لازم اغسله. ليش؟ لان انت قاعد تقص تو ستراكشر، فهاي تو ستراكشر اللي عاده هي تكون كلها ديزيز دو بكتيريا، هاي قاعد تطيح بالكافيتي، اكو جزء يطلع برا واكو جزء يبقى بالكافيتي، يطيح يطم لك انت انسد بالكافيتي يعني. فهذا يروح بالكافيتي ونصه بكتيريا، غير اني انظفه اجيب التربل سرج اغسل اغسله كلش وانظفه حتى يصير كلين، حتى يمن اجي انا اشوفه ومن يجي الدنتست يشوفه يشوفه شوف كلين كافيتي، شوف انت كافيتي مالتك حلو، كافيتي مالتك مرتب. قبل لا نبدا بالموضوع الثاني اللي هو الكلاس 1 كافيتي بريبريشن، خلينا نستذكر البرنسبلز السبعه. اولا الارتين موف ذا ريميني كريز، سادسا فينيش ذا انيمال وولز، والسابعا كلين ذا كافيتي. زين يا جماعه تعالوا خلينا نسوي كافيتي بريبريشن فور كلاس 1. كلاس 1 بديهيا يا جماعه هو عباره عن بيت عن فيشر كريز موجود على الاوكلوجال سيرفيس مال البوستيرير تيث، وبالبكال سيرفيس مال المولرات، واللينجوال سيرفيس مال الانتيرير تيث. بديهيا شو راح يجيك البيشنت؟ راح يجيك البيشنت يقول لك دكتور انا والله عندي صله على من اكل حلاه من اشرب مي بارد، صله هذه وهذه الصله ثواني وتروح. تركز هنا، من يقول لك ثواني وتروح او مجرد ما يروح المؤثر تروح وما تطول اقل من ثانيه ثانيتين، تعرف انه هذا الكيس هو عباره عن ريفرزبل بالبايتس. ريفرزبل بالبايتس هذا انديكيتد فور ريستوريشن، indicated for drilling. هذا احفره واشيل كريز واحط ريستوريشن. بس انا اقول لك لا والله يطول عندي 10 دقائق، لا والله يطول مرات ربع ساعه، لا هذا عنده يا جماعه اركز بالدايجنوسيس. فمن يقول لك انه يطول ثواني وتروح، انت جيت باوعت على الاكلوجال سيرفيس، باوعت قاعد تفرج هسه اكو هذا discoloration موجود بالبيت اند فيشر، هذا كريز ما اعرف ما اعرف ما ادري والله ما ادري كريز دولا. اجيب البروب مالتي جنتل بروبك من الميجيال الديستال سيرفيس بالبيت اند فيشر، البير الفيشر البروب راح يفوت. اذا اكو كاتش هذا كريز، واذا فات سموث لا هذا مو كريز، ممكن يكون بلاك فود فود انفكشن، ممكن يكون ديسكولريشن. انت هسه ماكل كاكاو ومطمور كل البيت اند فيشر كاكاو، هذا مو كريز. فانت تنتبه، تحتاج انه هنا شوي تكون نوعا ما اورينتد، وهنا اكو شيء حلو. حاليا جماعه الكومبوزيت من يسوون كومبوزيت ويحط وراها التنت ويروح البيشنت، يروح الغير دنتس، الدنتس يعتقد انه هذا كريز ويشيله. زين السؤال هو من يشوف هذا الكريز قبل يشيله؟ يعني انتم اي ديسكولريشن اشيله؟ انا راح اجيب البروب وافوته على هاي الديسكولريشن اللي هي التنت، اذا فات سموث اشيله؟ ليش اشيله؟ هو سموث ما بيكاتش، مو كريز هذا. فتعجب الناس تقول يروح غير دنتست وعباله كريز ويشيله، شلون يشيله؟ هو غير اكو شيء اسمه دايجنوستس، غير اكو شيء اسمه كلينيكال اكزامينيشن جنتل بروبك بالبروب، فشلون اشيله انا؟ اي ديسكولريشن اشيله؟ اي دايركنس هذا كريز؟ لا، اللي يحكمني هنا هو جنتل بروبك. زين فكر الكلاس 1 حتى قبل لا نحكي نسولف الكلاس 1، خلينا نشوف انه الكريز بالكلاس 1 شلون يمشي. من اجيب سنان اليوم اكستراكتد توث كيريوس واجي اقطعه بشكل سلايزز سلايدات واحطه على السلايد واحطه تحت الميكروسكوب واتفرج على مستوى الهيستو
شو راح اشوف؟ راح اشوف يا جماعه انه الكريز من يمشي بالانامول والدنتين بالكلاس 1 يكون بمثابه كون مخروط او تراينجل مثلث. الكريز من يبدا بالبيت اند فيشر راح يبدا بشكل بوينت او سبوت وين؟ بالبيت اند فيشر اوكلوجن، ومن ينزل راح ينزل بشكل مثلث يمتد بشكل اكستنشن الى ان ينتهي على الدنتينو انامول جنكشن بشكل قاعده بيس. يعني الكريز بالانامول فقط بالكلاس 1 هو عباره عن مثلث. من يمشي شلون يمشي؟ يمشي بشكل مثلث. الابكس مالته باتجاه الاوكلوجن سيرفيس، والبيس القاعده مالته على الدنتينو انامول جنكشن، والبيس مالته على الدنتينو انامول جنكشن. من يوصل للدنتين هم راح يكون بشكل مثلث، بس هذا المثلث يا جماعة راح يكون بشكل بيس على الدنتينو انامول جنكشن وابكس، وينتهي بنقطة وسبوتاية على البالب. فمن تجي تباوع على هذا، هذا شكل سبوتايات، بس هو من راح يدخل من راح تفتحه لا راح تلقاه ممتد بشكل مثلث الى ان يوصل على الدنتينو انامول جنكشن. براها من يدخل بالدنتين يبدي بشكل قاعدة أو ينتهي بشكل بوينت. لهذا أنت بتفتح بوينت سبوتاية أوكلوجلي، تفتح سبوتاية وتنزل تلقاها كبيرة وتنتهي بسبوتاية. فالكريز بالكلاس 1 هو عبارة عن مثلثين، قاعدة بقاعدة وأبك قاعدتين، قاعدة على القاعدة قاعدة بالدنتينو نمو جنكشن، والأبكس واحدة باتجاه البلب وواحدة باتجاه الأوكلوجل سيرفس. زين شلون أحفظ؟ احنا اتفقنا انه انا عندي ثلاث بيارات اليوم بالاوبراتيف وبالعمل، اللي هو راوند بير، واللي هو الفيشر بير، واللي هو الانفيرتد كون. اول شيء اسوي اجيب الراوند بير. بديهيا انت هنا الاوكلوج بالكلاس 1 بالاوكلوج سيرفيس انا عندي فقط بيت فيشر ومارجنالج وكاسبات، هاي ما وصلت. فايش اسوي؟ اجيب الراوند بير وافوت الراوند بير. وظيفتي يسوي لي انيشال انتري. الراوند بير وظيفته انه انا اول شيء ادخل بالتو ستراكشر، لازم ادخل انا براوند بير لازم. فراح ادخل براوند بير وين؟ بالفوسات الثلاثه الموجوده بالاوكلوجال سيرفيس. كم فوسه انا عندي بالاوكلوجال سيرفيس؟ عندي الميجيال تراينجلر فوسه، عندي السنترال فوسه، عندي الديستال تراينجلر فوسه. ثلاث فوسات عندي. اجيب الراوند بير وافوت بالثلاث فوسات الموجوده بالاوكلوجال سيرفيس مال المولر. ايش قد افوت؟ لازم افوت اني 1.5 ملم، 1.5 ملم. ليش؟ لان ال 1.5 ملم هو هذا اقل ثيكنس للاملجم تو ريزيست فراكتشر. هذا اقل ثيكنس للاملجم حتى ما تنكسر، وهذا اسمه ريزيستنس فورم. الاملجم تحتاج ثيكنس حتى ما تنكسر لان هي متل. اقل ثيكنس للاملجم حتى ما تنكسر لازم 1.5، يعني لازم انت تحفر 1.5 بالتو ستراكشر حتى يجي يتعوض بالاملجم. يعني الكريز مالتي اذا 1 ملم ايش قد افوت؟ افوت 1.5. تفوت بعد نص زيادة حتى ذا الكريز مالتك 1 ملم. ليش؟ لأن الأملجم 1 ملم تنكسر ما تتحمل. زين إذا الكريز مالتي ملم لازم أفوت 1.5 حتى الأملجم ما زين الكريز مالتي 3 ملم 4 ملم لا بذاك الوقت أنت تفوت براحتك بعد. زين تفوت براحتك بس إذا الكريز مالتي 3 ملم شو أسوي؟ أفوت 3 ملم؟ لا 1 ملم أحط سمنت ورجع 2 ملم للأملجم، لأن الأملجم أقل ثيكنس تتحمله هو 1.5. أكو تكست بوك تقول لك من 1.5 إلى 2 ملم. زين هسا أنا راح أفوت بالراوند بير. زين إيش قد؟ 1.5. شلون أعرف أنا فجت 1.5؟ إيش مدريني؟ المفروض أنا قبل يوم من جاي أشتغل على البيشن، قبل يوم البارحة بالليل أنا جايب البيارات مالتي وقايس الراوند بير الهيد مالته إيش قد؟ 1.5 2 ملم. فالمفروض انا الراوند بير اقيسه بالبريود دنتال بروب او بمسطره واشوف ايش قد طول الراوند فقط الهيد، ايش قد هاي الطوبه ايش قد طولها. اذا 1.5 طلعت معناه افوت بالهيد مال الراوند بير كله، بس بالهيد يعني بس الهيد يدخل. زين
واذا لا والله مثلا الهيد مالتي واحد افوت واحد الهيد وادفع بعد شويه حتى احصل واحد ونص، لازم افوت واحد ونص. فش اسوي الراوند بير؟ انا قايسه واحد ونص بس اليوم طلع مالتي عندي، وبالفعل انا بيرات صدق قايسه الراوند بير عندي اني واحد ونص قايسه، والفيشر بير عندي ثلاثه منهم قايسه اني مالاتي بيرات يعني استغل بهم جنيه طالب. فافوت بالراوند بير بيمين بالثري مين فوس ميجيال ديستال سنترال جيد واحد ونص. شلون عرفت؟ لان انا قايس الراوند بير وخلي الراوند بير يدخل كله. اوكي فتت، صار عندي ثلاث طوبات على الاكلوجن سيرفس، اشيل الراوند بير واذبه، خلصت وظيفته بعد، بس دخل بير، بس دخلت بي ار، ذبيت الراوند بير. اجي هسه اجيب الفيشر بير. الفيشر بير يا جماعه عاده والمتعارف عليه اغلب الفيشرات بير طوله 3 ملم، فلازم الفيشر بير جد يفوت لازم افوت بنصه اللي هو واحد ونص. اذا فتت بالبير كله راح تحفر بالفلور وتقصه انت. زين صار هسه عندي اني اوكلوجن سيرفيس ب ثلاث طوبات. شوف دكتور شوف افوت. ها بالمناسبه هذه هذا يسمونه 330 245 بير، اسمه 245. شوف باعله هو عباره عن تيبر نفس الانفيرتد كون بعد وراوندد من جوه مالته راوند اند نفس الراوند بير، يعني من يقص يقص راوند لاين انجل وفشر طويل ستريت فشر. شوف اذا تلاحظ هذا عاده طوله 3 ملم، فنفوت يفوت بنص البير طوله هذا 3 ملم يفوت بنص البير وين؟ بالفوسات. هسه جبت الفشر بير مالتي وراح ابدي اوصل بين الطوبات اللي سويتهم بالراوند بير، امشي من الميجيال للسنترال ومن السنترال للديستال، او امشي من الديستال للسنترال ومن السنترال للميجيال، يعني ابدا من الاطراف واروح للطرف الثاني ما ابدا من السنتر الطرف واروح. راح افوت الفيشر بير وبدون ما يطخ بالفلور حتى لا انزل بي لا انزل زايد، وابدي اوصل بين هاي الطوبات اللي سويتهن. بس شلون اوصل؟ ابدي اخذ بالسنترال جروف، امشي بالسنترال جروف اللي هو مليان شنو؟ مليان كاريز، لان يعني هو كلاس 1 هو عباره عن بيت اند فيشر. ابدي اخذ بالسنترال جروف من الميجيال للسنترال فوسي تاتش باي تاتش، اكل كانما تاتش باي تاتش تاتش باي تاتش، مو جره وحده لا تاتش باي تاتش، اكل قاعد على كيفي طخه ورا طخه، وامشي وي مسيره السنترال جروف. يعني مو امشي بكيفي ستريت، لان السنترال جروف يا جماعه السنترال جروف بالحقيقه بالاوكلوجن سيرفيس شكله زيجزاج على قول الطلابي زيجزاج اور كيرف مو ستريت، فلازم انا من امشي امشي وي السنترال جروف امشي بشكل زيجزاج وي السنترال جروف وبشكل كيرف حتى اسوي اناتوميكال بريبريشن، لان انا اذا سويت ستريت مشيت بشكل ستريت راح اقصر ذيك كاسبات، فراح اوصل بين الطوبات اللي سويتهن اني بشكل زيكزاك وي السنترال جروف بشكل كيرف. اوكي وصلت بيناتهم من الميجيال للسنترال من الميجيال ومن السنترال للديستال بالفيشر بير، وباوع حسه على الاوكلوجن سيرفيس اباوع شفت عباره عندي عباره عن كافيتي شكله كيرف ماشي وي السنترال جروف. الدبث مال هذا الكافيتي هو واحد ونص ملم. زين واحد ونص ملم اذا قستها من السنترال فوسا وانت نازل، لكن هذا الدبث مال الكافيتي واحد ونص اذا قسته من السنترال فوسا للفلور، لكن اذا قسته من الكاسب تيب هو 2 ملم. اوكي يا شباب خاف شوف 2 ملم او شوف واحد ونص، واحد ونص من السنترال فوسا اما من الكاسب تيب فهو 2 ملم او من الكاسبات هو 2 ملم يطلع الكافيتي مالتك. وعرفت ليش واحد ونص؟ اي نعم من هذا اقل ثكنس للاملجم حتى ما تكسر. شوف دكتور تعال شوف تعال شوف هسه انا فتت بالراوند بير ووصلت بي من بالفيشر بير، وين مشي الفيشر بير؟ الفيشر بير مشي بكل جروف عندي موجود اللي هو عاده عندي انا ساترال جروف وكذلك عندي باكل والليجوال جروف. شوف دكتور مشي البير من الميجيال للساترال، شلون؟ شوف شكل كيرف حتى حافظ على الكاسفات، هذا كله كيرف.
مشيت. بس عندي هنا شيء يسمونه بكل جروف فاصل بين البكل كسب، وعندي هنا لينجوال جروف فاصل بين اللينجوال كسب. عادة الكريز ترى هم يصعد، لأن هذا فشر هم يصير بكريز، يعني الكريز يصعد لك منه والكريز يصعد لك منه بديهيا. هذا فش تسوي أنت أثناء ما قاعد تأخذه وشفت إنه الكريز صاعد، تسوي إكستنشن إليه هب بالفشر بيرو، أصعد على هذا الجروف وعلى هذا الجروف بمقدار واحد ملم، وإذا كريز بيمتد أكثر أمتد أكثر. تعال شوف الكافيتي، الكافيتي مالتي هسه واحد ونص، واحد ونص هو هذا ايش قد يعني فايت انت؟ ترى الواحد ونص هاي مو بالدنتين، لا هاي بالانامل، لان احنا التو ستراكشر يتكون من انامل وجوا دنتين، فالواحد ونص تقريبا يطلع انت فايت 0.2 الى 0.1 بالدنتين. يعني الفلور مالتك، الفلور مال الكافيتي راح يكون قاعد على دنتين، بس الوول مالتك هي بالانامل. شوف الفلور مالتك هو عدنتن، بس الوال هي على الانامل، فالواحد ونص تطلع تقريبا 0.1 او 0.2 بالدنتن. مو من اقول لك واحد ونص وانا تقول لي بالدنتن، لا لا، لان احنا ما فتنا بس بالدنتن، احنا عندنا انامل وعندنا دنتن، فتنا بدايه انامل وانتهينا جد جد واحد ونص، فالانامل هذا كله هو تقريبا 1.2 1.3، وال 0.1 هو بالدنتن، لهذا الفلور مالتك دائما يكون على الدنتن. وهو هذا اللي استنتج ديفيد كلاك بالبحث مالته، قال يابا يا جماعه الشاب لاين انجل اللي يصير بيها الفراكشر والكراك انيشيشن والكراك بروبيجيشن هاي عاده تكون بالدنتن مو بالانامل. ليش؟ لان الفلور مال الكافيتي هو بالدنتن. فهاي واحد ونص اللي هو هذا اقل ثكنس للامالجام ريزيست فراكشر. زين وصلت بيناتهم؟ اي وصلت. هسه شو اسوي بعد ما وصلت اني بالفشر بير وسويت انفولفمنت لكل الفشرات اللي عندي، لكل الجروفات اللي عندي، لكل البتات اللي عندي؟ اجي اذبن الفشر بير واجيب الانفيرتد كون بير. حتى شو اسوي الانفيرتد كون بير؟ حتى اسوي سموث اند فلات بالبل فلور، حتى اسوي سموث اند فلات بالبل فلور. ليش انا اسوي سموث وفلات بالبل فلور؟ لان اذا انا سويت البلب، اذا عرفت البلبل فلور بشكل راوندد، لان انا بالبدايه فت براوند بير بهذا الشكل، من راح تجي الفورس على الاملجم من هاي من هذا الاتجاه، راح الاملجم تحاول تطلع من هذا الاتجاه لان راوندد، من السلط فورس هنا الاملجم راح تحاول تزلق وتطلع منها، فمن ينتقل الفورس لهذا الاتجاه وتبدي تطلع، ما تقدر تطلع كافه الكسب، فتبدي تكسر بالكسب. بينما اذا كان الكافيتي مال تفلات كل قطعه واحده بشكل مربع واجي اسلط فورس، الفورس راح تتوزع على كل التو ستراكشر وتقاوم لك الفراكشر. من اسلط فورس منها راح تتوزع على كل الاتجاهات، بس من اسلط فورس بالراوندد لا، الامالجم تريد تطلع منها، هيش تريد تزلق وتطلع، وصلت فورس على الكسب، على الكسب وتكسره. اذا الفلات والسموث بالبل فلور هو عباره عن شنو؟ هو عبارة عن ريزيستنس فورس. زين اوكي، اني اقدر اسوي الكافيتي مو راوند اوكي، بس طبقات، يعني انزل هنا انا 1 ملم وانزل بهذا الاتجاه 2 ملم وانزل بهذا الثاني مكان 3 ملم، راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي الكافيتي كانما بشكل طبقات الفلور. فمن راح تجي الاملجم راح تجي منطقة عالية ومنطقة ناصية، منطقة عالية ومنطقة ناصية، وهذا راح يسوي لك ويكنك بالأمالجم نفسها، لأن الأمالجم الشوية هنا راح تنكسر. فأني أريد من أسوي فلات أند سموث بالبل فلوم، أريد أحصل على يونيفورم ثيكنس للأمالجم، أريد الأمالجم كلها تجي قطعة واحدة حتى ما تنكسر. فهسه عرفني السموث والفلات بالبل فلور حتى تتوزع القوه كلها بشكل صحيح والاملجم ما تطلع منها وتكسر السن واحد، وحتى الاملجم تجي تصير كلها يونيفورم ثيكنس، كلها تكون ثيكنس واحد وشكل واحد حتى ما تنكسر. اذا هسه صار عندي
صار عندي الدبث 1.5 هو عبارة عن ريزيستنس فورم، أنا قاعد أحقق أسل البرنسبلز. الدبث 1.5 هو شنو؟ هو ريزيستنس فورم. والفلات عند سموث بالبل فلور هو شنو؟ هو ريزيستنس فورم. وكل واحد عرفنا السبب مالته ليش؟ ليش 1.5؟ حتى الأمل هذا أقل ثكنس للأمل قام حتى ما تنكسر. ليش فلات وسموث بالبل فلور؟ حتى لا التو ستراكشر ينكسر ولا الأمل قام دي تنكسر. زين. بس أنت صار لك ساعة تسولف لي بالريزيستنس، تعال سولف لي عن ريتينشن، أنا ما أريد ريتينشن للأمل قام. واحنا نعرف انه الريتينشن بالاملجام هو عباره عن ميكانيكال ريتينشن، يعني انت لازم تسوي اندركات اندركات بالكافيتي مالتك حتى الاملجام ما تطيح. شو تسوي انت؟ احنا مو بيدنا هسه وصلنا لمرحله الانفيرتد كون بير. اي نعم. الانفيرتد كون بير شو شكله يا جماعه؟ شكله مثلث او هرم، تقريبا شكله هرم قاعده وابكس. الانفيرتد كون شو يسوي لنا؟ ممكن يسوي لنا سموث اند فلات بالبل فلور. اي صحيح. زين هو مو شكله هرمي؟ اي نعم. وانت الوول مالاتك هسه شو شكلها؟ الوول الاكزيال وول البكل واللينجوال وول شكلها ستريت، لان انا بالبدايه قصيت من وصلت مو وصلت الفيشر بير. اي والفيشر بير من راح يقص شو عفره؟ عفره ستريت وول. وهذا ستريت يطر تنشن؟ لا ما يطر تنشن. فاثناء ما انا عندي الانفيرتد كون بير وقاعد اسوي سموث وفلات بالبل فلور، اخلي الانفيرتد كون بير اوصله يم البكل واللينجوال وول واخلي شويه طخلي من جوه. الوول مو ستريت؟ اي ستريت. والانفيرتد كون شكله مثلث، فايش راح يسوي الانفيرتد كون؟ راح يقص فقط من جوه من نانه، بس يقص من جوه من اللاين انجل من الفلور قريب على الفلور، راح يقص له من هنا ومن هنا بس متجول وول ما يقص بهن. فراح يسوي لي هنا اندركت وهنا اندركت، هذه يصير هنا عندي اندركت، فتجي تقعد الاملجام هنا وتكون مثابه قفل، الاملجام بعد ما تقدر تطلع. ليش؟ لان انت سويت لي اندركت بالانفيرتد كون من جوا. فالانفيرتد كون انت ما تخليه يقص لك، بس هو لا تحاول انت تقص، خليه هو يقص. هو شكله مثلث، هو شكله هرم، خلي هو يقص وهو يكون لك الاندركات. لا تسويها انت، هو هاي وظيفته احنا ما علينا دي. فراح يكون لك اندركات، راح يسوي لك البكل واللينجوال وول كونفيرج. هذا اللي قاعد اشوفه الوول، هذا كونفيرج. الانفيرتد كون راح يسوي لك البكل واللينجوال وول بشكل كونفيرج. زين شلون اعرف انا سويت الاندركات وسويت ريتينشن وخليت البكل واللينجوال يكونن كونفيرج؟ من اجي اتفرج اوكلوجالي، من اجي اباوع السن من الاوكلوجال سيرفس من فوق، اجي اباوع السن من فوقه. اذا شفت البكل واللينجوال وول شفتهن، فهذا انت مسوي دايفيرج وهذا ما يضطر ريتينشن للاملجام. بس اذا اجيت اتفرج اوكلوجالي وما شفت الوول، ما قاعد اشوف البكل واللينجوال وول، قاعد اشوف فقط الكافو سيرفس مارجن، فمعناه انت مسوي البكل واللينجوال وول كونفيرج ومسوي اندركات ومضطر تيشن للاملجام. خلاص انت طيب تيشن بعد الاملجام بعد ما تطيح. شوف دكتور هاي الاندر كات. هسه اذا باوع انا من هنا من الاتجاه ما راح اشوف هذا. ليش؟ لان هذا داخل لي جوا، بس هذا طالع لي، بس الكافو سيرفس مبينه، هاي كافو سيرفس، هذا كله خات الجواه، فما راح اشوفه. فمعناه انا مسوي كونفيرجنس وول، انا مسوي اندر كات، انا مضطر تيشن للاملجام. زين هذا الحكي بكل ولينجوال وول لازم يكون كونفيرج حتى يضطر تيشن للاملجام، حتى الاملجام ما توقع. الميجيال والديستال وول شنو سالفتهن؟ الميجيال والديستال وول شي يقول لك؟ شوف الميجيال والديستال وول اللي هو راح يكون يم الميجيال مارجن رج ويم الديستال مارجن رج، يقول لك هنا لازم تجي تشوف الثكنس مال مارجنال رج الباقيه ايش قد عندك. الايديال ثكنس للمارجنال رج بالمولر لازم تكون 2 ملم. يعني انت بتحفر، شوف شوف
هسه هذا بكل وليجوال وول لازم يكونون كونفيرج معني يبين. هذا الميجيال وهذا ديستال وول. الثيكنس مع المارجن بس هاي بس هاي هاي من هنا لهنا. الايديال ثيكنس للامل للمارجن لازم تكون 2 ملم بالمولر. اذا عندك ثيكنس 2 ملم سوى الميجيال والديستال وول ستريت عفوا ستريت وبديهين هن ستريت لان احنا قصيناها في شربيط يعني بعد لا تلعب بهن لا توصل يمين. الميجيال والديستال وول اذا كان الايديال ثيكنس مال مارجن ريج هو 2 ملم خلي الميجيال والديستال وول ستريت زين. اذا اذا المارجن ريج اقل من 2 ملم سوي الميجيال والديستال وول دايفيرج. يعني شنو دايفيرج؟ يعني من اتفرج عليها اوكلوجيال يكون اشوف الميجيال والديستال وول دايفيرج بهالشكل. هذا دايفيرج اسمه، هذا اسمه كونفيرج. هسه احنا قاعدين نباوع ميجيال وديستالي، عفوا قاعدين نباوع بكالي اند لينجوالي، هذا الميجيال سيرفيس وهذا الديستال سيرفيس. لازم يكون دايفيرج ليش؟ لان اذا سويت كونفيرج بهالشكل هذا راح يكون unsupported weak to structure وينكسر. واحنا اتفقنا اي شيء ينكسر هو عباره عن ريزيستنس فورم. فاذا انت سويت هذا دايفيرج راح ينكسر. لان ليش؟ لان هنا الثيكنس قليل من تو ستراكشر اقل من 2 ملم ما يتحمل التو ستراكشر ينكسر، ما يتحمل الفورس اوف ماستيكيشن، ما يتحمل الامالجام. فاذا الثيكنس مالتك 2 ملم سوي ستريت، اقل من 2 ملم سوي دايفيرج. واذا اكثر من 2 ملم مثل 5 ملم 6 ملم المارجن رج ذاك الوقت سوي كونفيرج وحصلت ايش. هذا الشكل لازم انت تسويه بالبكل واللينجوال وول اللي هو الدايفيرج. من اتفرج ما اشوف الوول لان خالت لا جوه. هذا الشكل لازم اشوفه اسويه بالميجل والديستال وول اللي هو الدايفيرج، يعني من اباو اوكلوجالي اشوف هذا الوول كله. بس بديهيا يعني يا جماعه انا شو اسوي يعني الامانه؟ دائما الميجل والديستال وول اسويهم ستريت واخلص. لان هاي الدايفيرج والكونفيرج شويه صعب. خاف تاخذه هواي وتسوي ويكنج بالمارجن رج وتتحول كلاس 2. فدائما انا اقصر بفيشر بير واسوي ستريت واخلص. الستريت هو ايديال. اذا قصيت سويت دايفيرج لازم تدري ايش تسوي هنا؟ لازم تدري ليش اسوي؟ لازم تجيب الفيشر بير وتعوج ب 45 وتقص، وعاده الفيشر بير ما سيطر عليه فيقص لك هوايه ويكسر لك المارجن رج ويخرب من كان كلاس 1 صار كلاس 2. فدائما سوي ستريت واخلص. هسه الميجيال والديستال وول لازم يكون ستريت اور دايفيرج وهذا عباره عن ريزيستنس فورم. زين شوف هذا يسمونه 245 بير، هذا اللي هو هذا 245، هذا 330، هذا فيشر بير طوله 3 ملم بعد وتيبرد صاير مثل الانفيرتد كون بعد، والنهايه مالته فلات مثل الانفيرتد كون حتى اسوي لك فلات بلبل فلور بعد، وما بيش الزوايا مالته التقاء الاكسيال وول والفلات اند هي راوندد. شوف النهايه هاي هنا راوندد، فبس تسوي لك شارب لاين انجل تعرف لك اياها كلها سموث. لهذا هذا البير للامانه ايديال، هذا 245 وهذا 330. فهسه هذا طوله 3 ملم، ايش قد افوت؟ لازم افوت بنصه، فت بنصه. سويت هنا فوسه وهنا فوسه، ورا شو اسوي؟ اوصل بيناتهم وهو اثناء ما يوصل وهو فلات راح يسوي لك فلات بلبل فلور وفتت بالفشات والجروفات وهو اصلا تيبرد منا ومنا، فراح يسوي لك كونفيرجنس بالباكل واللينجوال وول. بس الميجل والديستال وول ما راح يسويهن كونفيرج لان هو اصلا كونفيرج، ما راح يسويهن دايفيرج لان هو اصلا كونفيرج. فلازم تميل شويه حتى تسوي الميجل والديستال وول بشكل دايفيرج حتى تسويهن بهذا الشكل. فلازم تميل شويه، وعاده بتميل شويه ترى هذا راح ياخذ هواي، لهذا انا افضل نسويهن ستريت. شوف هسه باوع هذا كونفيرج وهذا كونفيرج وهذا فلات بلبل فلور. تعال هنا نشوف هذا الاوت لاين فورم فور كلاس 1 على البريمولارات. الايديال ثيكنس مال المارجن رج بالبريمولار هي 1.6 ملم. الايديال ثيكنس مال المارجن رج بالمولر كانت 2 ملم بس بالبريمولار هي 1.6. سويت هاي الخطوات كلهن؟ اي نعم، سويت فلات بلبل فلور وسويت الكونفيرجنس وحطيت روتيشن وسويت الدايفيرجنس على مود ريزيستنس. هسه هنا اجي اتشيك
المسافة بين الكاسبات. إيش قد هاي الكاسب منها من الكاسب تب أقيسه من الكاسب تب من هذه الكاسب تب هذه. إيش قد هاي المسافة ربعها لازم يكون الوث. والأمانة هذه ما تقدر تعطيها قيمة يعني ما تقدر إيش قد تقول إيش قد واحد اثنين ملي ما نقدر. ليش؟ لهنا المسافة بين الكاسبات تختلف من بيشت لبيشت من سن إلى سن من مولر لمولر من البري مولر كذلك. فهو يقول لك 1/4 intercuspal distance هو هذا عبارة عن resistance form. بس للأمانة أنا شو أسوي حتى أتأكد أنا مسوي كون مسوي وث؟ دائما أعتمد على convenience form. أجيب small condenser حتى شيء convenience form. أفوت small condenser هنا عليه. إذا فات أصغر condenser بالفلور كله خلاص هذا الوث أنا أشوفه cavity الوث مع الكافيتي ما تشوفه كلش كافي إناف ممتاز ما يحتاج بعد أخذ زايد. ليش أخذ زايد وأسوي ويكينج وهو أصلاً الكافيتي ما شوية ديستركتيف يعني أنا هو أخذت من السنة على مود الأمل جو حس التعال باوعلي قاعد هسا هذا مطر شنو هذا أكلوش هذا قاعد فرج هسا قاعد أشوف البكل واللينجوال وول أشوفهن الأكزيال الداخليات لا ما أشوفهن أشوف بس هذا الخط هسه أنا قاعد أشوف بس هذا الخط هذا البابولا فلورد بالداخل وهذا الخط اللي هو شو يسمونه إحنا سمينا هذا الخط سمينا الكافو سيرفس مارجن بس هذا أشوفه شو معناها هاي معناها أنا مسوي البكل والليجوال والكونفيرج ومضطرت إيش هاي الأربع خطوات إذا سويت هذا اللي لازم أسويهن outline resistance form retention form convenience form هذين يسموهن initial tooth preparation أو primary tooth preparation لازم أسويهن بغض النظر عن الكريز يعني الكريز واحد أسويهن كلهن بني لازم أفوت واحد ونص وأسوي الكريز أكثر معنى يبي أسويهن شوف هسه واضحين أول أربع نقاط أول principles أول أربع principles واضحات تعال سولف لي على النقطة الخامسة اللي هي remove the remaining carries شو هان شوف دكتور اوكي جيد حلو هاي هاي الستايل باع الدبث ايش قد الدبث 1.5 دبث of preparation ليش لان هو هذا المينيمم ثيكنس فور امالجام تو ريزيست فراكشر الفلور شلون شكله فلات ان ستريت باع ايش قد انت فايت بالدنتين 0.5 الى 0.2 حسب هاي الكافو سيرفيس مارجن الكافو سيرفيس مارجن مالتك لازم تكون 90 درجة الكافو سيرفيس مارجن هذه الزاويه هنا عندك لازم تكون 90 درجه بس اريدك تركز لي على نقطه مهمه هسه هذا مو اكزيال وول هذا اكزيال وول وهذا شنو بالبال فلور هذا الزاويه بين هذا الوول الاكزيال والبالبال فلور من تقص بالانفيرتد كون راح تكون شارب وانا لازم واحنا ايش قلنا اي شارب لاين انجل هي عباره عن ستريس كونستريشن اريا وهي عباره عن منطقه كراك انيشيشن وكراك بروبيجيشن فلازم ايش اسوي لها اسوي لها راونديشن راوندد لاين انجل اسوي هي باقي 90 بس راوندد شلون اسوي لها راوندد اجيب الراوند بير سمول راوند بير واحطه بالهاند بيس واجي يم الزاويه بس يم اللاين انجل بالزاويه يم الزاويه بين الاكزيال وول والبالبال فلور هنا واستخدم بنسل تاتش بنسل تاتش يعني شنو بنسل تاتش البنسل هو قلم رصاص والبن هو عباره عن قلم جاف الفرق بينهم شنو انه القوه اذا سلطت قوه على البنسل على القلم الرصاص والقلم الجاف نفس القوه القلم الرصاص راح ينكسر ليش لان هو شويه ارق من قلم الجاف فلازم تسلط قوه خفيفه على القلم الرصاص حتى التب مال القلم الرصاص ما تنكسر اذا شنو معناها معناه الفورس اللي راح اسلطها هنا هي ارق من الجنتل فورس يعني القوه اللي سلطها انت على القلم الرصاص حتى تكتب بالقلم الرصاص ايش قد نفسها لازم اسلطها على الراوند بير حتى تسوي راونديشن لللاين انجل لان اذا سلطت جنتل فورس راح تحفر لك زايد راح تاخذ اكثر من البكل واللينجوال وول ومن اللاين انجل ومن الفلور فالبنسل تاتش هي عباره عن قوه جدا رقيقه اسلطها على الهاند بيس والراوند بير واسوي تاتشز بسيطه حتى يصير عندي راوند لاين انجل اذا سويت هاي الخطوه
بعد انسى شيء اسمه كراك انيشيشن كراك بروبيجيشن وفراكتشر. بعد انسى شيء اسمه الامالجام تكسر السن. ليش؟ لان السر بهاي الخطوه هي بالراوند لاين انجل داخل الكافيتي. بس هاي بديهيا فوق نقدر نسويها، اي شرب انجل اشيلها او اسوي لها راونديشن لان هذا خارج. بس المشكله هنا اذا سويتها شرب راح تفطر السن بهذا الاتجاه، راح تكسر لك السن منها. بس اذا صارت راوندد بعد بتكسر السن. وهو هذا السبب انه اكو ناس عندهم حشوات، عندهم امالجام ريستوريشن، امالجام فولك صارها سنين بعد، صارها 30 سنه. ليش؟ لان هو سوى راونديشن لللاين انجل بعد ما عنده فراكشر. زين، فهسه يا جماعه انا طبقت هاي الخطوات اربعه ونزلت 1.5 وسويت فلات بالبل فلور، شفت اي جروفات وشيكت اوت كان في كونفينيس فورم جت سمول كوندنسر وفات عند سمول كوندنسر. بس قاعد اتفرج على الفلور مال الكافيتي واشوف سبوتايتين سود، ما اعرف شنو هاي، هل هي كريز؟ ما ادري. اجيب الفيشر بير اجيب البروب، اجيب البروب وامشين على هاي السبوتايات. اذا فاتت سموث هاي السبوتايات طلعن سموث فهذا احتمال ديسكولوريشن. بس اذا هاي السبوتايات صار بهن كاتش مثل هذه السبوتاي صار بها كاتش، شنو معناه؟ معناه هذا كريز. ايش اسوي؟ شوف دكتور ايش اسوي، ما انزل بالفلور كله، لا انزل بس بهاي السبوتاي، بس بهاي، ويبقى الفلور ايش قد 1.5 ونزلت انا بهاي ما علي كافيتي ما تبقى 1.5 نزلت بس بالسبوتاي. اذا انا عندي سبوتايتين نزلت بالسبوتايتين بس، وهاي السبوتايتين نزلت بهن احطهن سمنت، احط لهن سمنت حتى ارجع كل الكافيتي 1.5. هذا 1.5 بس انت نزلت هنا ايش قد نزلت؟ مثلا نزلت نص فصار هاي كلها 2 وهذا 1، ما اقدر احط الامالجام ما يصير يونيفورم ثيكنس، وانا اصلا قريب على البلط هنا، فاحط هنا سمنت 0.5 وارجع الفلور والكافيتي مالتي كلها 1.5 واحط الامالجام. هذا اسمه ريموف ذا ريمينينج كريز. هذه الكونسبتس اللي حكينا هسه، النقطة الخامسة اللي هي بالبرنسبلز اللي هي اسمها ريموف ذا ريمينينج كريز. اذا عندي كريز اشيله، شلون؟ انزل بس بالسبوتايه واعوضها سمت وارجع الكافيتي مالتي كلها كدرث 1.5. النقطه السادسه اذا كانت عندنا لا تتذكرون هي عباره عن رمو فينش ذا انيمال وولز. اذا عندي هنا ان سبورتد انيمال اشيله، اذا عندي هنا الكاف والسيرفس كانت شارب انجل اشيلها واسويها راوندد، اسويها 90 بس راوندد. اذا عندي ان سبورتد انيمال اشيله واللاين انجل مال الكافيتي شارب لازم شو اسوي لهن؟ راونديشن وراها اغسل الكافيتي. هذا هو الاوت لاين فورم للكلاس 1 للبري مولر، ابر للمولرات كذلك لللور مولر، للانتيريور تيث هذا عندي هنا قلنا عندي سبوتايه، الباكل بيت كذلك افوت بها بزاويه 45 بالفيشر بير واسويها بشكل تراينجل واحطها امالجام. اوكي شغله مهمه عندي اللي هي اللور فورم. الجماعه اللور يا جماعه اللور فورم اللي هو عباره عن اللور فيرست بري مولر مهم جدا. ليش؟ لان اللور فور بي شغلتين، اول شغله انه هو بي تو فوسات وبي ترانسفيرس ريدج بس وول فورمد. يعني شنو يعني قويه؟ الترانسفيرس ريدج هنا شويه نوعا ما قويه كلش، فاذا عندي كريز على جانبي الترانسفيرس ريدج من هنا ومن هنا والترانسفيرس ريدج بعد يساوند ما بيها مشكله، اسوي تو كافيتي بس بالفوسات ما اضرب الترانسفيرس ريدج. الترانسفيرس ريدج ما عليها، اذا عندي كريز بس هنا انا وهنا انا بالفوسات افوت بس بالفوسات واعوف الترانسفيرس ريدج ساوند واسوي تو كافيتي واحط امالجام منها ومنها، لان اذا وصلت بين الترانسفيرس ريدج راح يسوي لك ويكنج بالتوث ستراكشر. هاي الترانسفيرس هي اللي مقويه السن، اذا ضربتها راح تضعف السن، فاذا ما بيها كريز ما اضربها، فقط افوت من هنا وافوت من هنا واسوي كافيتي منها وكافيتي منها وامالجام منها وامالجام منها. لا والله الترانسفيرز رج بيها كريز، كل هذا فايت كريز بذاك الوقت افتحها كلاس 1 عادي من الفوسه للفوسه. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه يا جماعه وجدا مهمه، هذه الامانه جدا مهمه،
المشكلة اللور فور باستثناء اللي هو شنو؟ اللور فور البكال كاسب أعلى من اللينجوال كاسب، البكال كاسب أعلى من اللينجوال كاسب. فبديهيا احنا عندنا جو الكاسب بالأناتومي مال المرحلة الأولى، الكاسب جواه شيء يسمونه البلب هورن. الهورن هو عبارة عن المدخل للبلب تشامبر، والهورن موجود جوا كل كاسب. فالبكال كاسب جواه بكال هورن، واللينجوال كاسب جواه لينجوال هورن. ما عندي اسمه هنا. البكال كاسب جواه بكال هورن، واللينجوال كاسب جواه لينجوال هورن. فإذا نزلت واحد ونص بشكل ستريت، بشكل ستريت، راح أضرب البكال هورن. ليش؟ لأن البكال هورن أعلى من اللينجوال هورن، فراح أسوي له إكسبوشر. بهيج حالة لازم أفوتن أني أصلاً بزاوية 45، أحط البير بزاوية 45 وأفوت، ومن أسوي البلبل فلور، البلبل فلور لازم يكون سموث أوكي وفلات، بس إنكلايند بهذا الاتجاه. يعني البلبل فلور لازم يكون إنكلايند من البكل للنقوم، ما أقدر أسوي ستريت بهذا الاتجاه. ليش؟ لا راح أضرب البكل هون وأسوي إكسبوشر، فلازم أسوي إنكلايند. للأمانة مرحلة ثالثة امتحان مد، طونا كل واحد كان عنده سن امتحان. أنا وجروبي وقع علينا اللور فور، طونا الدكتور لور فور وقال يا جماعة هذا اللور فور سووا ليه كلاس ون، وإحنا كيفنا الأمانة صدق كيفنا. ليش يعني هذا شيء أذكره بس يعني ما شيء أذكر أعرف غير شيء، فسويت إنكلاين. ليش؟ لأن كنت خايف خاف أسوي إكسبوجر إذا سويت فلات. فأثناء هاي الهوسة شيت متوتر، فصحت الدكتور قلت له دكتور والله ما شوف لي كافيتي، هو كان امتحان مت ما يصير يشوفه. فهو أجي شافه وسكت، قال كمل ما يصير. شوف هذا أول ما دروش الدكتور كان يقول طلاب انتبهوا، انتبه على الشغل مالتك، لا تخاف كمل الشغل مالتك. هو قال انتبهوا على الشغل، أنا توقعت الكيس مالتي فيلير. ما هو عادة الدكتور من يشوف عندك شغلة ويدروشه ويقول انتبهوا على هذا الشغلة، معناها أنت إيش معناها عندك مشكلة، معناها عندك غلط، وهذا شيء بديهي كلنا نعرفه. لهذا إحنا حتى مجينا طلاب من يجينا دكتور نضم السن نضم الورقة حتى ليش يشوفه، بس يشوفه راح يقول انتبهوا على هاي النقطة، معناها أنت حالة خطأ. فالأمانة بوقت قلت والله والله يا أحمد أول مرة راح ترسل بعدك ما شايف الرسوب، يلا راح أشوف الرسوب السنة. اوكي فخلصنا طلعنا. بعدين عرفت من جماعتي انه مثلا اذا ما يصير اضرب ترانسفيرز ريج ما يصير اسوي هيك شيء، عرفت. بس انا جيت انه مسوي هاي النقطه اللي هي انكلايند. اجى الدكتور وقال فيليرات هيك وهيك مسوين هاي النقطه ما مسوين هيك، ليش مو متعلمين احنا وهذه. المهم فوقت قال اكو طلاب والله مسوين كافيتي ممتاز، يعني اكو طلاب مسوين كافيتي اخصائي 20 سنه ما يعرف يسوي هيك كافيتي. راحت ايام، اجت ايام كان تجي درجه العملي مال اوبر رتب يم دكتور سعد عادل باقي 90%، أعلى طالب بالأوبراتيف. عرفت بوقتها أن الكافيتي مالتي كان صح وأن الأبروش مالتي كان صح. ليش؟ لأن أنا أعرف أن البكل هورن أعلى من الليجوال هورن. يا جماعة هنا يدخل عندك موضوع الدنتل أناتومي، لهذا مرحلة أولى يقول لك ركز على الدنتل أناتومي يفيدك بعدين بالأوبراتيف. أنا لو مسوي لو هذا بيشت حقيقي وأنا مسوي فلات ستريت كان ضربت البكل هورن وسويت إكسبوجر وحولت أنا من أوبراتيف إلى عنده. الكيس مالتي أدرسها، البيارات أحفظهم، الإنسترومنتس أعرفهم، أنا وياهن واحد. أنت تريد الأمل قام تقعد سنين طبقها من البرنسبلز، سوى هاي البرنسبلز. لا تروح تقول لي الأمل قام بيها مشكلة، الأمل قام ما بيها مشكلة، المشكلة بينا، مشكلة بالكافيتي معتنا. زين هذا لور بريمولر، لو هذا لور فايف بي جروف هنا، مرات هذا الجروف يصير بي كاريز، فمرات احنا نسوي الاكستنشن بوث بكل او لينجوال. اخر كيس هذه الابر سكس، الابر سكس الابر سكس يا جماعه بشغله حلوه بشيء يسمونه اوبليك ريج. هذا الاوبليك ريج جايه من الديستو بكال كاسب رايحه للميجو لينجوال كاسب. هاي الاوبليك ريج ويل ديفلوبد وساوند. فيا جماعه اذا ما بيها كاريز نفس الفكره، اذا ما بيها كاريز لا تسوي لها انفولفمنت، لان راح تسوي ويك
كينج بالتو ستراكشر، فسوي هنا كافيتي وهناك، او اذا اكو هنا كاري سوي هنا كافيتي. فقط في حال الجروف العابر لك الديفلوب الاوبليك ريج بيكريز بذاك بذاك الوقت تفتح كلاس 1 عادي. فقط اذا الاوبليك ريج ساود لا تفتحها، راح تضعف السن. وهذا ها مرات اكو هذا هنا عندك احنا عند لينجوال جروف، هذا مرات يصير بيكريز، وسوينا احنا سوينا هنا اكستنشن اكستنشن لينجوال، يعني كلاس 1 وذ لينجوال اكستنشن او كلاس 1 وذ باكل اكستنشن، فتسوي لك اكستنشن والجروفات. مرحله رابعه كان عندي كلاس 2 فاينل، امتحان عملي فاينل، اجاني بيشنت لور 7 لور 7 ديستالي ليفت سايد، كان عنده هنا كاريز بس هنا، بس هنا هاي الديستال تراينجولر فوسا كلها كاريز، هذا ساوند ما بيشي يخبل لوبليك ريج ساوند، وهو ديستال كاريز وعبر على المارجن فصار كلاس 2 بس ساوند. ففتحت ديستال كلاس 1 وهو كله صار، وبعدين على البوكس صار كله هذا، يعني البوكس مالته والكلاس 2 صار بس ديستال، عفت الاوبليك ريج، عفت الاوبليك ريج ما اخذته وما سويت لي اكستنشن حتى جيب روتيشن، لا انا اعتمد على الكافيتي مالتي بالبوكس، روتيشن اخذه من البوكس. اي ضربه بالتو ستراكشر وهو ساوند، هذا يسمونه تراماتيك كات، ات از انفير تو ريموف ساوند تو ستراكشر، وين الكريز اخذه. بس شلون اخذه؟ مو بس اشيله، لا اشيله واسوي البرنسبلز واسوي الكافيتي. دكتور دائما عندي انا اللور 6 يصير بي لينجوال اكستنشن، فامتد بي واشيل كل الكريز واحط له عمل جم. قبل ان انتقل لكلاس 2 تعالوا خلينا نراجع البرنسبلز مال كلاس 1. الكلاس 1 اولا الريتينشن اللي جبناه من الكونفرجنس مال البكل واللينجوال وول، سوينا بهن اندر كات وعطيناها ريتين، سوينا به اندر كات وعطينا ريتينشن للاملجم، وقلنا حتى اعرف انا سويت له كونفرجنس لازم ابا الاوكلوجن سيرفيس كل ما اشوف البكل واللينجوال وول. زين تعالوا سولفونا على الريزستنس اللي جبناه. الريزستنس اولا الدبث 1.5 هو عباره عن ريزستنس فورم، ثانيا الويث 1/4 انتركاسبل ديستانس هي عباره عن ريزستنس فورم، ثالثا سموث اند فلات بالبل فلور هو عباره عن ريزستنس فورم، رابعا الميجيال وديستال وول اذا كان ستريت او دايفرج هي عباره عن ريزستنس فورم، خامسا الانترنال لاين انجل راونديشن، الراونديشن مال الانترنال لاين انجل اللي سويناها بالبنسل تاتش والراوند بير هي عباره عن ريزستنس فورم، سادسا واخيرا اي شارب انجل شلناها والكافو سيرفيس مارجن مالت ايش قد كانت 90 درجه، هذه اسمه ريزستنس فورم. كلاس 2، كلاس 2 بديهيا يا جماعه هو عباره عن كاريز على البروكسيمال سيرفيس مال البوستيرير تيث فقط. فيا جماعه كان مشكله جي في بلاك عنده مصطلح اسمه اكستنشن فور بريفنشن، جي في بلاك كان يعتقد انه اذا اجاك كلاس 2 فقط بروكسيمال والكلاس 1 ساوند كان يعتقد انه لازم اني افتحه، ليش تفتحه؟ يقول لك لان هو هذا بيت اند فيشر وعاده مرور الوقت لازم يصير بكاريز، فاني مستقبلا اخاف حتى لا يصير بكاريز لازم افوت الكلاس 1 وكلاس 2، كان يسميه اكستنشن فور بريفنشن رغم هذا الكونسبت خطا حاليا لان هذا ساوند تو ستراكشر. وبنفس الوقت يقول لك انت مو سويت اكستنشن فور بريفنشن وفتحت الاوكلوجن سيرفيس، اي تجيب من عنده ريتينشن، فكان يعتقد انه هذا هم راح يعطيك ريتينشن لكلاس 1. الان اجى ريتشارد سيمونسون عالم اخر ورا جي في بلاك فتره وقال يابا اذا عندك انت كاريز بس بروكسيمالي افتح بس بوكس الاوكلوجن سيرفيس معليه، يعني اذا كاريز بس هنا افتح بس هنا، هذا كله معليه لا توصل يمه، لا والله هناك كريز وهناك كريز، بذاك الوقت افتح كلاس 1 وكلاس 2. واغلب الكيسات اللي كانت تجينا بالعيادات كنا طلاب كنا طالب كان يجينا كلاس بوكسات للامانه، غير يجي كله بوكس الكلاس 1 يكون ساوند ما افتح كلاس 1، يعني كل شيء يكون ساوند ما افتح كلاس 1 افتح بس بوكس. الروتيشن اجيب من الفتحه، شنو اكستنشن فور بريفنشن؟ ما هو البيشنت ممكن ينظف ويلتزم بالتعليمات وما يصير عنده كاريز، شنو ذبه هذا انت فتحته وحطيت له بالقلب؟ فاذا كلاس 2 بس بوكس افتح بس بوكس. زين عندنا خلينا نشوف هسه خلينا تعال نسولف على كلاس 2، عندي بوكس. دكتور عبد الله الصوت واضح يمك؟ سكت فسكتي حبيبي حبيبي دكتور، لا واضح جدا واضح كله تمام.
واضح. الزوم على اليوتيوب. يلا نستمر. يلا نستمر. جاك مثل هذا الكيس اللي هو أبر 6 الكريز بس ميجيلي أو ديستالي، بس ميجيل مارجلرج وديستال مارجلرج. وعادة هو إذا إجا اللي بالك شغل لا، إذا الكريز إجي هيدن كريز بس بعدها المارجلرج نوت كافيتيتد ما مكسورة، هذا ممكن يكون سمبل كريز أو مودريت. بس إذا إجا كافيتيتد يعني إجت المارجن رج مكسورة وصاير كافيتي، دير بالك هذا عادة إكسبوجر ديب، مرات ديب ومرات إكسبوجر مسوي لك، فانتبه. لأن الكافيتيتد معناها إنه الكريز صار لفترة طويلة وكاسر الإنامل سيرفس، فهذا تنتبه خاف يكون كافيتيتد. لهذا بالامتحانات كانوا ما يطلبون عندنا، لهذا بالامتحانات كانوا ما من يقول لك جيب كلاس 2، كان اغلب الدكاتره يقول لك لا تجيبه كافيتيتد، جيبه ساوند، يعني اكو انامال مارجن وجواها هيدي كريز، لان الكافيتيتد عاده يطلع عنده وتتصفر، فكانوا يدبون على هذا النقطه. زين هسه نجي عندي كريز وين؟ على الديستال ترينجلر، بالديستال مارجن. شو اسوي؟ افوت بالفوسه القريبه على المارجن رج اللي بيها كريز. يعني شنو؟ يعني الكريز إذا بالميجيال مارجن رج، وين أفوت؟ أفوت بالميجيال ترينجلر فوسي. بس إذا الكريز بالدستال مارجن رج، أفوت بالدستال ترينجلر فوسي. بس ما عليها السنترال فوسي، ما عليها الفوسة مع الأذر سايد، فأجي أفوت بالراون بير بالفوسة القريبة على الكريز. إش قد؟ 1.5 ملم. الراوند بير مالتي طول الهيد، يعني بس هاي الطابه، بس هاي الطابه طولها 1.5. افوت بالفوسه القريبه على المارجن رجل بيها كريز. حبيبي دكتور احمد. اي دكتور شو علقتها؟ اي عادي طبعا. شوف دكتور هاتي يجيك، يعني يجيك المارجن ساوند بس اكو هيدن كريز جواها، جوا الكونتاكت اريا. فاذا عندي هنا كريز وين افوت؟ افوت هسه هذا الميجيال، مثلا راح افوت بالميجيال مارجنال رج بالميجيال ترينجل فوسي، افوت 1.5 تمام، فتت 1.5 اوكي بيمن بالراوند بير. اجي اشيل الراوند بير واذبه واجيب الفيشر بير وابدي اسوي ثينينج، ابدي اسوي ويكنينج بالمارجنال ريج، يعني ابدي اكل من المارجنال ريج اللي بيها كريز. اجيب الفيشر بير احطه بالفوسه وامشي بوكو لينجوال موشن واكل من المارجن ريج، بوكو لينجوال موشن اكل من المارجنال ريج واسويها ويك وثين. شلون؟ بوكو لينجوال موشن بوكونج والله بالفشار بير واكل من عتها الى ان اصير ثن. ايش وقت اتوقف؟ قاعد اكل من عتها بوكونج والله، اتوقف الى ان اشوف المارجن رج صار الثيكنس مالته 0.8 ملم، يعني المارجن رج صارت كلش ثن، صارت قشره بس انامول. اجي اباوع هاي المارجن رج اللي هنا الثيكنس مالتها نفس هذا الثيكنس؟ لا، هذا اقل ثيكنس، هذا صار 0.8 ملم. اوكي 0.8 ملم، شو اسوي هسه؟ صار ثن. شوف دكتور بوكو لينجوال موشن، اروح وارد بوكو لينجوال موشن، بوكو لينجوال الا ان يصير شنو؟ الا ان يصير ثن. شو اسوي هسه هنا بهاي الستيب؟ اجي انزل بالفيشر بير بعد 1.5، يعني بالبدايه اول ما نزلت نزلت 1.5 وبديت اكل من المارجن رج الى ان صار الثيكنس مالته 0.8 ملم. هسه نزلت بالفيشر بير ايش قد؟ 1.5 ملم بعد، فصار الثيك الدبث النازل انا كله بي من الكافو سيرفس مارجن ايش قد؟ 3 ملم. هذا الحكي انا بعدني ما كسر المارجن رج بقيها، بس نزلت. شوف
نزلت بداية سوى فينيك ايه اوكي صار اثنين بس اكو بعد كريس جوي صار اثنين هسا انزل شقد انزل واحد ونص وارجع اسوي ثينج لان انت الفوق صار ثين بس نزلت بي بعده ما مسوي له ثينج انت وبكل قوه الموشن واسوي ثين الى ان احس انه قاعد اشوف يا جماعه قاعد اشوف البير قاعد اشوف البير من ورا الانيمال قد ما صار الثين هسه صار كل هذا الثري ملم ويك ارثن اجي شوف دكتور جيد هاي اخي خصوره نزلت هنا وراها نزلت واحد سويت ثنيك ونزلت واحد ونص صار هذا الثين أجيب الانيمال هاتشت وأكسر المارجنال ريج هسه المارجنال ريج راح تنكسر كلها بيس كاملة إيش قد بمقدار ثلاثة من كل ما أنت تسوي ثنيك كل ما أنت تاكل من الانيمال الموجود بالمارجن كل ما هتكون إيزي تفراكتشر فأنت نزلت واحد ونص هنا وسويت ثينك ونزلت واحد ونص بك وسويت ثينك بكولينج وول وجبت الانيمال هاتشت وكسرت المارجن رج انكسرت عندك المارجن رج وانفتح لك البوكس زين صار عندك بابل فلور مالك كلاس 1 وصار عندك اكزيال وول هذه وصار عندك جينجايفل سيت اللي راح يكون فوق الجنجبه تمام نزلت صف جيجايفل سيت زين هسه ممكن هسه ليش على قلبي عجيب انا مال هاتشت ويا وعنده انا مال هاتشت هسه يا جماعه اذا طلعت بالفشر بير قبل راح اروح اضرب وانا بعدني ما ترى بعدني يعني ما مسيطر على البير زين والدكتور باي خصوصا راح اروح اضرب الادجسنت توث راح اضرب الادجسنت توث اللي بصفه ما مسيطر على البير بس اذا انا نزلت قصيت ونزلت وبعدي ما كسر المارجن رج بعدي مسوي لي سويت لي بروتكشن واجيت كسرتها بهاند اسرومتس فراح راح افتح كلاس 2 واصلا انا ما ضرب السن بصراحه فبالتالي انا حافظت على الادجسنت زين اوكي اكو مشكله يا جماعه بالكلاس 2 الكلاس 2 ما راح افتحه شنو افتحه الكلاس 1 راح يجي ستريت بس لازم من يوصل يم البوكس ينفتح يعني يروح بكري زايد واسوي شيء يسمونه الاس كيرف هذا اس كيرف يعني شنو يعني اروح بكري زايد ليش لان يا جماعه بالكلاس 2 انا لازم افتح الكونتاكت اريا الكونتاكت اريا بين السنين لازم افتحها حتى افتحها لازم اسوي اسكير المشكله وين ان الكونتاكت اريا بالبوستيري الكونتاكت اريا بالبوستير تيث رايحه بكري الكونتاكت اريا بالبوستير تيث رايحه بكري زايد فاذا انا اريد افتح الكونتاكت اريا اللي انا المارجن مال الكافيتي ماتك بالكلاس 2 مال الامالجام must be out of contact لازم الحواف مال الكافيتي كلهن ما بيهن كونتاكت ويا الادجسنت توث فالكونتاكت عندك هنا بالفوستير تيث صايره بكل شويه هذا اللينجوال سيرفيس وهذا الميدل وهذا البكل الكونتاكت اري رايحه بكلي هذا يسمونه لينجوال امبريجر هذا المثلث وهذا يسمونه بكل امبريجر اللينجوال امبريجر اكبر من البكل امبريجر نتيجه ان الكونتاكت اري رايحه بكلي فاذا اريد افتح الكونتاكت وهي رايحه بكري لازم شو اسوي لازم اخذ من البكل سيرفيس اكثر تمام زين الاسكر ايش راح يسوي لك الاسكر راح يعطيك 3 مين فانكشن اولا راح يفتح لك الاسكر يعني شنو يعني انه الكلاس 1 يجي ستريت ومن اصلا من الكلاس 2 راح يروح بشكل حرف الاس يعني راح اخذ من البكل سيرفيس اكثر الاسكريب راح يعطيك 3 مين فانكشن ويا ريت نكتبهن لان هاي جدا مهمه. اولا الاسكريب ايش راح يسوي لك؟ اولا يفتح لك الكونتاكت اريا ويسوي لك كليرنس راح يسوي لك مسافه بين السنه تشتغل بيه والسنه بصفك بمقدار 0.5 ملم. زين فتحت الكونتاكت؟ اي فتحت الكونتاكت. المارز مال الكافيتي كماتك كلهن اوت اوف كونتاكت ما متصلات ويا السن؟ اي نعم. واحد اثنين الاسكريب راح يخلي لك
المارجن مال الامل قام تقعد ان سيلفك لينسيك اريا. وهاي نقطه جدا مهمه. يعني شنو؟ يعني انت ما راح تفتح الامل الكونتاكت اريا، راح يجي الامل قام يقعد هنا. يعني من اباوع من البكل سيرفس راح اشوف انه انت حاط امل قام هنا. ليش؟ لان الامل قام اذا قعدت هنا هاي المنطقه يسمونها سيلفك لينسيك اريا، هاي المنطقه ممكن بسهوله ينظفها اللسان، تنظفها التوث براش، ينظفها الدنتل فلوس. اذا الامل قام انحصرت هنا بس هنا بالكونتاكت اريا ما طلعت، انحصرت هنا. واحنا نعرف ان الامل قام يا جماعه هي عباره عن بلاك ريتينتيف اريا، هي متل منطقه تجمع لك البلاك، تموت على البلاك اصلا. اذا الامل قام قعدت هنا ما طلعت هناك، بقت بهاي المنطقه فقط محصوره بين السن، ما فتحنا الكونتاكت، نخاف احنا كونزرفاتيف ما نفتح الكونتاكت، وعفنا الامالجام محصوره هنا يا جماعه راح يتجمع دنتل بلاك بالامالجام ويكون لك سكندري كاريز، لان هنا انت ما تقدر تنظف الامالجام. اكو توث برش توصل هنا؟ لا. حتى الدنتل فلوس لا تتوقع انه الدنتل فلوس يفوت بسهوله، هاي الامالجام يسد لك اياها. فلازم اني اسوي اسكير حتى الامالجام تقعد بالبكال ابريجر هنا، تقعد ان سيلف كلينسيك اريا، وممكن انا انظف المارجن مالتها بالتوث برش، ممكن انظفها بالدنتال فلوس، ممكن انظفها باللسان. هاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه انه الاسكير راح يسوي لك كافو سيرفيس مارجن بمقدار 90 ديجري، واحنا عرفنا بالكلاس 1 قبل شوي من حكينا على الريزيستنس فورم، قلنا الكافو سيرفيس مارجن لازم تكون 90 درجه يا جماعه. هسه الاسكير اللي هو هذا الشكل راح تجي هنا، هاي الامالجام مارجن وهذا التو ستراكشر، الزاويه هنا راح تكون 90. اذا بقت ما فتحت ما سويت اسكيرف وبقت هنا التو ستراكشر، هذا الخط المنقط هو التو ستراكشر فرضيا ما فتحته انت، واجت قعدت الامالجام هنا، هاي راح تكون زاويه حاده. واحنا عرفنا انه الامالجام كافو سيرفس لازم تكون 90 حتى تعطيك ريزيستنس فورم. اذا بقت هاي هنا زاوية حادة راح تنكسر، بس إذا سويت اسكيرف وفتحت مثل هاي راح تكون عندك زاوية 90 وتعطيك ريزيستنس. فالاسكيرف أسويه حتى أفتح الكونتاكت أريا واحد، حتى أحط الأملجام إنسيرف كليسيك أريا اثنين، حتى أسوي بوت جوينت زاوية 90. تمام. قبل شوي إيش قلت أنا؟ قلت إنه يا جماعة لازم أنا أسوي أكلوجن كليرنس، وصحيح لازم افتح الكونتاكت، لازم عندي سبيس مقداره 0.5 بين السنين. شلون اعرف اني سويت سبيس 0.5 لو لا؟ قال لك شايف هذا البروب اللي عندنا؟ هذا البروب اللي عندنا اللي هو الكيرف يكون هذا اول ربع من عنده، اول ربع من هذا البروب الدايميتر مالته 0.5 ملم، نصف القطر مالته. فاذا فات الاول ربع من البروب بين السنين فات، فمعناه اللي هو القطر مالته او نصف القطر الدايميتر 0.5، فمعناه انت فاتح الكونتاكت اريا ومسوي اوكلوجن كليرنس بمقدار 0.5. مرات شو يسوون؟ يستخدمون الجماعه وج حتى يسوون سيبريشن بين السنين حتى لا يضرب الادجسنت توث. اكو مرات يستخدمون متل باند، يجيب المتل باند اللي قاعده هنا بين السنين حتى خاف تضرب انت الاجهزه التوث راح ينضرب بالباند. زين. اكو شيء هنا يسمونه الاسمص اللي هو عاده يكون منطقه الاتصال بين البوكس مالتك وبين بين البوكس هذا وبين الكلاس 1 يسمونه اسمص. هاي الاسمص الاري لازم تكون نورو از نورو از باسبل قدر الامكان، لازم تكون نورو حتى ما تنكسر حتى يعطيك ريزستنس فورم. زين. هسه احنا كسرنا بالانمال هاتشت، اوكي، بس عاده من ينكسر راح يعوف عندك شارب ايدج. اجي بالانمال هاتشت او بالجنجايفل مارجنال تريمر واسوي هنا سموثنس كلهن. الجنجايفل سيت الجنجايفل سيت هذا اسوي له سموثنس بالدرفت كون بير. راح يكون عندك لاين انجل، هذا بابل فلور وهذا اكزيال وول وهذا جنجايفل سيت. اكو هذا الشيء يسمونه اكزيو بالبال لاين انجل، منطقه التقاء البالبال فلور والاكزيال وول يسمونه اكزيو بالبال لاين انجل. هذا من قصينا احنا بالفيشر بير راح يكون شارب لاين انجل، شارب جدا شارب.
هذا الشارب لاين انجل اذا انت ما سويت له سموثنس ما سويت له راونديشن بقى الشارب واجت الاملجم قعدت راح يكون مثابه سكينه داخله بالاملجم. يعني انت جايب بسمار وداخله بالاملجم فهذا هو الشارب، فاي فورس راح تجي على الاملجم راح تنكسر لان انت بتجيب سكينه وتحطها بنص الاملجم وقاعد فورس هاي السكينه قاعده تدخل جوا الاملجم وتكسر لك اياها. وعاده الفراكشرات بالكلاس 2 تصير نتيجه هذا نتيجه هاي لاين انجل. فهاي الاكزيو بالبال لاين انجل يا جماعه لازم اسوي لها سموثنس اوراونديشن بمن بالجنجايفال مارجنال ترمر انسترومنتس اسوي لها سموثنس لان وجودها وبقائها معناه فراكشر بالاملجم. جاي شوف دكتور هذا جنجايفال مارجنال ترمر اسوي سموثنس للاكزيو بالبال لاين انجل. عندي ها اللاين انجل الاحتياديه مالتي مال البوكس او مال الكافيتي مال الكلاس 1 اسوي راونديشن مثل ساعه ما حكينا لان اي شارب انجل هي عباره عن ستريس كونستريشن اريا جيد منطقه تجمع ضغوط وراح تكسر لك فكل البوكس اسوي له راونديشن. شوف دكتور راوندد اكزيو بالبل لاين انجل راوندد بس الاكزيو جنجايفال لاين هذا بالبل فلور وهذا اكزيال وول وهذا جنجايفال سيت. الاكزيو بالبال لاين انجل لازم اسويها راونديشن. اللاين انجل مال الكلاس 1 لازم اسوي له راونديشن بس الاكزيو جنجايفال لاين انجل لازم تبقى شارب حتى تعطينا ريتنشن لان هنا راح تكون مثابه اندر كات يقعد بيها الاملجم وما تطيح. اوكي اخر شغله شباب ركز لي على هذا الموضوع ريتنشن بالبوكس منين اجيب؟ ايش قال لك؟ قال لك هذا البوكس مو ببكل وول وليجوال وول هذا بكل وول وهذا ليجوال وول. اي نعم البكل وول والليجوال وول اوكلوجيالي لازم يكون الكونفيرج نفس الكلاس 1 جاي هذا البكل وول والليجوال وول اوكلوجيالي قاعد نباوح هسه احنا من اوكلوجيال سيرفيس ما قاعد نشوف البكل وول والليجوال وول قاعد نشوف فقط الكافو سيرفيس مارجن. هذا الخط هو كافو سيرفيس مارجن البطن الداخلي الاكزيال وول البكل وول الداخلي ما قاعد اشوفه والليجوال وول هم ما قاعد اشوف الاوكلوجيال. شنو معناه؟ معناه انا مسويهن كونفيرج حتى اطر تيشن للاملجم. زين فالبكل والليجوال وول اوكلوجيال بالساعه لازم يكونن كونفيرج. ليش؟ حتى يطر روتيشن الاملجام حتى يطن اندر كات. بس البكل واللينجوال وول ابروكسيمالي من هذا الاتجاه اللي قاعد نباوع عليه لازم يكون دايفيرج. والدليل انه انا قاعد اشوف هذا كله بكل وول وهذا كله لينجوال وول قاعد اشوفه دايفيرج. ليش؟ لان انا افتح الكونتاكت اذا اسوي اسكير فبديهيا لازم يكون دايفيرج حتى اطر ريزيستنس فور. فالبوكس بالكلاس 2 اوكلوجيالي كونفيرج حتى يطر شاشه الاملجام لكن بروكسيمال من قاعد اتفرج عليه من هذا الاتجاه هو دايفيرج لان انا فاتح الكونتاكت اريا لان انا مسوي اسكير فبديهيه لازم يصير عندك دايفيرج. ف من اجى ريتشارد سيموسون وقال يابا البوكس هو يطر تنشن every two structure must retain itself كل جزء بالتو ستراكشر هو يطر تيشن روحه. زين بس يا جماعه اذا انا البوكس مالتي كان كلش كبير البوكس كلش كبير وما اريد اروح افتح كلاس 1 البوكس مالتي كلش كبير واعتقد ما الكونفرجنس مال البكل والنيجوال وول مال البوكس ما يطر تيشن وما اريد افتح كلاس 1 حرامات فش اسوي؟ اكو شيء يسمونه ريتنتيف جروف. اكو شيء اسمه ريتنتيف جروف يعني شنو؟ يقول لك تجيب الفيشر بير وعلى الاكزيو فيشل واكزيو لينجوال لاين انجل هذا اكزيال وهذا بكل وهذا لينجوال بالاكزيو لينجوال بس هنا والاكزيو فيشل بس هنا بالفيشر بير اسوي جروف هنا جروف وهنا جروف اسميه ريتنتيف جروف. ايش قد الدبث مال هاي الجروفات؟ الدبث مال هاي الجروفات عاده من 0.2 الى 0.5 ملم ومرات يوصل الى 0.8 ملم. هاي الجروفات راح تسويهن انت بالاكزيو لينجوال واكزيو فيشيال لاين انجل. هاي الجروفات راح يكون مثابه ماسكات راح يدخل هنا املجم وراح يمسكن الاملجم. شوف دكتور جيد هاي الصوره حلوه. شوف بالفيشر بير
واسوي جروف هنا وجروف هنا باو هسه بروكسيمالي الباكل والنيجوال وول دايفيرج بس اوكلوجل بهذا الاتجاه ما قاعد اشوفه ليش لان هنا كونفيرج اسوي جروف هنا وجروف هنا متنت تو ذا جروف ايش قد الدبث مالتهن 0.5 او 0.2 او 0.8 بكيفك بعد او عاده اكو كل تكست بوك يقول بس هو عباره عن سلايد تاتشز بسيطات شوف باو علي بالكروس سكشن هذا الريتنت تو ذا جروف 0.5 داخل بالدنتين هذا راح يكون بمثابه اقفال قفل ماسكك راح يجي يقعد الامالجم هنا ويدخل شويه امالجم هنا ويدخل شويه امالجم هنا ويكبسنك الامالجم هذا اللي باع لهن راح يكبسن الامالجم قفل امالجم تقعد هنا ويدخل شويه امالجم هنا وشويه امالجم هنا ويمسكن الامالجم للجانب يثبتنها مكانها شطينه وتنشب الامالجم وهذا الحكي الامانه هذا الحكي مو كلام تكست بوك يعني مو فقط حكي لا تطبيق عملي مرحلة خامسة آخر مرحلة امتحان فاينل الدكتور طلب من عندنا كلاس 2 جبت كلاس 2 كافيتيتد لا ما أنا كان كافيتيتد كلاس 2 مولر لور مولر رايت سايد كان البوكس كافيتيتد كبير والأكلوجل سيرفس كله ساوند الأكلوجل سيرفس ساوند يا جماعة اجيت فتحت البوكس وآخذ بالآخذ بالكريز وأرجع لي ورا اخذ الكريز وارجع لي ورا اباوع على الكافيتي الكافيتي كلش كبير البوكس مالته كبير هذا ما يضطر تشيل الامالجم شو اسوي؟ كان عندي خيار انه انا اروح افتح الاوكلوجال سيرفيس افتح كلاس 1 وحصل ريتنشن بس هذا على حساب شنو؟ على حساب التو ستراكشر وهذا انا ما اريده فاجيت بالفيشر بير سويت ريتنتيف جروف وين اكزيو فيشل اكزيو لينجوال كملت كافيتي ما ادري شنو صحت الدكتور يشوف امتحان هذا فاينل اجى الدكتور قال جاي ما ادري شنو هذه التفاصيل بس احمد هذا كبير الكافيتي كبير كلش الكافيتي هذا مين جاب ريتنشن انت افتح كلاس 1 قلت له لا ما افتح كلاس 1 دكتور قال ليش قلت له لان انا مسوي ريتنتيف جروف اكزيو فيشل واكزيونيكال باع لها الدكتور اذا تشوفون هاي الريتنتيف جروف هاي الطابات الثانية هنا الريتنتيف جروف مسوي اكزيو فيشل واكزيو لينجوال ومضطر تشيل الكافيتي يا جيب خلنا نشوف طايت المرة ما هو على الاكزيو فيشل بالفعل اكو ديبرشن وعلى الاكزيو لينجوال بالفعل اكو ديبرشن قلت له هذا وهذا هذين شنو ريتنتيف جروف هذين راح يضطر تشيل الامالجم وبدون ما افتح كلاس 1 وحطينا الامالجم وراحت الامالجم وبقت اللي هسه الامل كورتيش تقريبا هذا الحكي 2019 شهر الرابع الخامس ولليوم البيشنت هو يعني عارفه الامل بعد موجوده عندي احنا 2021 بعد كم يعني بعد كم شهر تقريبا قبل 3 سنين الامل وهي امل ليش انت كل ما تسوي الستب صح كل ما الامل تقعد وتطول اكثر زين اوكي يا جماعه فتسويت الكلاس 2 بس احس قاعد ابوع على الاكزيال وول والقى بعد كريز شوف اكزيال وول بعد اكو كريز شو اسوي هنا كالعاده نفس ما بالكلاس 1 اشيل فقط هاي السبوتايات بس كريز اللي اكزيالي فقط اشيله وعوضه بايش؟ بجلاس انامر سمنت على الاكزيال وول فقط واكمل الكلاس 2 الاهم شيء يا شباب السمنت ما يصير تحطه على الجنجيفل سيت السمنت يقعد لك فقط على الاكزيال وول السمت ما يصير يقعد على الجنجايفل سيت فقط على الاكزيال وول لان اذا قعد على الجنجايفل سيت راح يكون مثابه جاب بين الامالجم وبين التو ستراكشر وهنا اكو جام تعبر لك ليكج تعبر لك جنجايفل فلويد وسوي لك سكندري كالس كالعاده راوند انترنال لاين انجل ها جيد اوكي شوف باوع بروكسيمال قاعد يتفرج باوع الكونفيرجنس بالبكل واللينجوال وول شو شكل كونفيرج لأنه صار عندك أندر كات إذا أوكلوجن راح أشوف الكونفيرج بس بروكسيمالي راح أشوف دايفيرج لأن قاعد أشوف هذا الوول طبعا هاي أندر كات صار هنا هذا إجاني مرحلة ثالثة ميد لور فور هش فتحت الكلاس 2 الكلاس 2 قلنا مستقبل شوي قلنا البكل هورن أعلى من الليجوال هورن فلازم شو تفتح أسوي إنكلاين شوف دكتور شكله إنكلاين الكافيتي باع شو صاير إنكلاين مائل الجنجيفال سيت ما يحتاج اسوي انكلاين، سوي ستريت عادي. ليش؟ لان هنا ماكو فولد،
ناجوا جنجفة. بس البلبل فلور مال الكلاس 1 لازم يكون انكلايند، لان البلب هورن هنا أنا بكل هورن اعلى من النيجل هورن. زين هذا كيسات ام او دي. ها جيد، هذا كلاس 2 ابر 6 بدون ما مسوي لك انفولفت للبوبليك ريدج، لان البوبليك ريدج ساوند فتحنا كلاس 2. هذا هو الام او دي، هذا يسمونه ام او ميجل اوكلوجل، هذا يسمونه ام او دي ميجل اوكلوجل. هذا الكافيتي بريبريشن اللي كلاس 2 مال جي في بلاك. جي في بلاك هيك يفتح لك كلاس 2، كلاس 1 وكلاس يفتح كلاس 1 وكلاس 2. هاي جدا للامانه هاي صارت جدا حلوه. جي في بلاك هيك يفتح لك كلاس 2، يفتح بدايه كلاس 1 ويحسوي له دوفيت تيل هنا تطير اتنشن ويفتح بوكس. ريتشارد سيمونسون هيك يسوي لك كلاس 2 بس بوكس، بس هذه اذا هذا كان ساوند ما يفتحه بس بوكس. ديفيد كلارك هيك يسوي لك كلاس 2 سيزر شيب. هنا تقعد امل قم، هنا تقعد امل قم، هنا ما تقعد امل قم، هنا يقعد كومبوزيت. هذا الكافيتي مال ديفيد كلارك للكلاس 2 للكومبوزيت، هذا الكافيتي مال ريتشارد سيمونسون للكلاس 2 امل قم، هذا الكافيتي مال ديفيد كلارك عفوا مال جي في بلاك للكلاس 2. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبي دكتور احمد تسمعني؟ تسمعني دكتور؟ حبيبي طبعا كل الشكر لحضرتك دكتور وعاشت ايدك. حبيبي دكتور هسه حاليا ان شاء الله نتوجه على الاسئله. حبيبي دكتور نتوجه على الاسئله ان شاء الله هواي اليوم. عين الدكتور. اي والله. السؤال الاول من دكتوره ساره غسان. دكتور انا راح اقرا الاسئله لانه اللي على اليوتيوب مدى تطلع لهم الاسئله حتى يسمعون السؤال وجوابه. تمام؟ ماكو اي مشكله دكتور انت براحتك شو تحب تسوي. تمام حبيبي دكتور. السؤال الاول من دكتوره ساره غسان. الدكتور شلون اقدر اسوي سموثينج بالراوند بير؟ فاين تاش بالراوند لو اسلط في الضغط معين والحركه سريعه لو بطيئه؟ ها حكيناها دكتوره ساره. استنج قلنا بنسل تاتش القوه للسلطيه اقل من الرصاص حتى ما تكسر التيب مالته، نفسها السلطيها على بيس اللي بي راوند بير سمول راوند بير وفوته فقط باللاين انجل. باللاين انجل فقط تاتشات بسيطه بنسل تاتش واسوي لها راوند. دكتور السؤال الاخر من دكتور علي رائد يقول بي دكتور شلون احدد الانسبورتد انيمال؟ اوكي انسبورتد انيمال هو عباره عن وشلون اشيله؟ تمام ايش راح اشوف انت؟ راح اشوف انيمال شارب ايج طالعه فد شارب ايج مال انيمال ما جوها دنت بس هي ويك ثن يعني كلش ثن ما بيها سبورت. يعني شلون اقول لك؟ يعني شارب ايج طالعه صفح ما جوها دنت وهي ثن صغيره اشيلها بالفيشر بير واسويها ستريت القصفه. تمام دكتور ثواني دكتور بس مو الاسئله. دكتور السؤال الاخر من دكتور محمد عمار يقول بي ريتنشن دان وذ انفرتد بير هاو كان اي دو بابلينج؟ ها بابلينج بالاملجم ماكو دكتور، ماكو شيء اسمه بابلينج بالاملجم. ليش؟ لان انت راح تسوي بابلينج الكافو سيرفس مارجن مالتك راح تكون مو 90 راح تكون منفرجه، فراح يجي الاملجم يقعد وين التو ستراكشر ويصعد فوقها لان انت مسويها بافل. هاي الاملجم الصعدت فوقها شويه الاملجم الصعدت على البافل راح تكون ثن، ومن يجي البيشت يعض عليها وهي ثن راح تنكسر وتسوي لها جاب، والجاب هو مشروع مايكرو ليكج، مشروع سكندري كريس، مشروع فيلير. فاحنا ما نسوي بافلينج ابد ابد بالكلاس بالاملجم. نسوي ستريت انفيرتد كون هو راح يسوي لك ريتنشن. اكو بعضهم شو يسوي؟ يجيب الفيشر بير ويحطه بزاويه 45 ويقص من جوا القص حتى يسوي ريتنشن. بس هاي الخطوه يا جماعه من تجيب الفيشر بير وتقص من جوا الدنتل من جوا البكل وول او الليج وول حتى تسوي اندر كات، ترى انت قاعد تاكل من جوا القص والقص راح يكون انسبورتد وينكسر. تمام دكتور. سؤال اخر من دكتوره طيبه فاضل تقول بي دكتور الكونفرج احنا متعودين نحققه من نستعمل الفيشر، اميل الفيشر شويه حتى احصله لو بالانفرتد ياهو الصح. ها شوف احنا هاي مشكله. انا استوني قلت الفيشر بير من اميله بزاويه 45 وانت شلون راح اسوي اندر كات؟ انا لازم اميله بزاويه 45، فهذا من راح يميل بزاويه 45 راح يبدي ياكل من جوا الكسب وهذا راح يسوي لك الكسب ويك. زين فلازم انا شو اسوي؟ اسوي اندر كات. شلون اسوي اندر كات؟ يا جماعه الانفرتد كون بير شلون شكله؟ شكله هرم مو شكله هرم بيس وابكس.
فالبكر وول بدايه هو اول ما قصيناه صار ستريت، فمن راح اجي انا اسوي سموثنس واخلي البكر وول اللي عندي الانفيرتد كون بير شويه يطخ بالبكر وول وهو انفيرتد وهو شكله مثلث، ايش راح يسوي؟ راح يقص فقط من جوه، فقط راح يقص من جوه مال البكل وول، فقط من جوه لانه راح يقص من جهه واحده، فراح يسويها يسوي لك اندر كات على الاتجاه مالته، لان الانفيرت تكون هو شكله مثلث، فمن يسوي لك تاتش وي ستريت وول راح يسوي مثلث نفسه. تمام دكتور. السؤال الاخر من الدكتوره بنين، تقول بي دكتور اذا بديت اخذ من الكاريز ووصلت للقاعده مالت الدنتن وكان التسوس كلش كبير واخذت من عنده هواي، هالشيء حيأثر على التوث ستراكشر وعلى طبعا يأثر دكتوره. هو انت كل ما قاعد تنزل بالسن كل ما قاعد السن شيء يصير يصير ويك، كل ما قاعد اني انزل بالسن كل ما قاعد شو اسوي اسويك، بس انا هنا ما طول عندي كريز لازم اشيله، يعني ما من ممكن انا اوف كريز واحط له مقام، شو اشغل كريز الجوال وين ما واصل كريز لازم اشيله، واذا واصل للبوب فهذا ترى مو مال ابرتف هذا عنده، فلازم اشيل كل الكريز. يا جماعه اللي قاعد يشتغلون على الانفيرتد كون شباب، هذا كونسبت انه شلون اسوي كونفرجنس، بس صح ممكن اسوي بالانفيرتد اي ممكن اسوي بالفيشر بير عادي، تقدرون تسوون بالفيشر بير، بس الفيشر بير مو تميل 45 ويبدي ياكل من جوه الكاسب، ترى انت بال 45 قاعد تحط الفيشر بير وتميله حتى تقص، فانت قاعد تحفر من جوه الكاسب ما قاعد تسوي كونفرجنس، يعني يصير عندك ستريت وول ومن جوه محفور كله، تريد تسوي بسوي واي نوت ماكو مشكله. فان يعني الفيشر بير تميله قليل وتسوي اوكي، بس ما تسوي 45 وما هواي ترى راح يحفر ويسوي الكاسب ويك. نعم دكتور. يعني دكتور سؤال الدكتور من علي، دكتور علي رائد، المارجن الشحنيه بالانفيرتد كون، الانفيرتد كون بس بالفلور، الانفيرتد كون ما يطخ بس بالفلور، الفيشر ممكن يوصل للمارجن الفيشر. تمام دكتور. سؤال من دكتور طيبه فاضل، تقول بي بالنسبه للدفتر ما ذكرت لنا شلون نحققها. اوكي شوف يا جماعه شويه موضوع الدوفيتيل دي كونترا فيرزي، الدوفيتيل احنا متعودين عليها الدوفيتيل، شوف دكتور هاي دوفيتيل، الدوفيتيل هذا شكل دوفيتيل، دوفيتيل اسمها ذيل الحمامة، أنا الأمانة كنت متقصد ما أحكيها. الدوفيتيل هي اسمها شكل الحمامة، مصطلحها يعني مثل عفوا مثل ذيل الحمامة، ذيل الحمامة هيك راح يكون شكله. الدوفيتيل هم كانوا يعتقدون إنه هذا الشكل، هذا الشكل هو عبارة عن روتيشن فورم، هذا الشكل راح يعطيك روتيشن، أوكي؟ تفقيله. ذيل الحمامة تعطي روتيشن، وهذا مذكور بالتكست بوك، مذكور بلازمنا، مذكور أمة محمد كلها تعرف إنه الدوفيتيل عبارة عن روتيشن. لكن هسه طب تقريبا نهايه 2020 اكتشفت، وهم ما اكتشفت يعني سمعت وواحد رجل موثوق قال يا بيب الدوفيتيل هنا هي مو روتيشن. ليش مو روتيشن؟ انت ايش عندك؟ هذا مو لور 6، هذا مو كسب، هذا كسب وهذا ديستال كسب، هذا اكو هنا جروف وهو مسوي له انفولفمنت اوكي، وهنا جروف واحنا فايتين بيه، وهنا اكو سمول جروف فاصل بين الديستال كسب وبين الديستال بكال كسب وهاي الترانجلر فوسي. انا فت هنا ليش؟ حتى اسوي انفولفمنت لهذا الجروف، وفت هنا حتى اسوي انفولفمنت لهذا الفوسي، فهو بديهيه من وحده رسمت عندي الدوفيتيل، لان هذا ديستال كسب وهذا جروف وهذا جروف، فتت بهذا الجروف وفتت بهذا الجروف وبقى الديستال كسب ساوند، فسواه لديلي الحمام. الكونسبت الجديد ظهر ايش قال؟ قال هذا الدوفيتيل سويته انت بالمولر فقط باللور مولر، هذا الحكي بالكلاس 1 لور مولر، هو عباره عن مايكرو اكستنشن فور بريفنشن از ا سورت اوف ريزيستنس فورم وليس ريتنشن. تكست بوك الناس الدكاتره كلها تشرح وتقول، الطلاب كلها تعرف انه الدوفيتيل هي ريتنشن فورم. اللي صار هسه انه انت هسه سويت ريتنشن؟ لا ما سويت ريتنشن، انا مجرد فتت بهذا الجروف وفتت بهذا الجروف حتى شيل الكريز، صار عندي ذيل الحمامه، صار عندي دوفيتيل، بس هذا سويت انت ريتنشن؟ لا مو ريتنشن. شنو نوع ريتنشن بهذا الشكل؟ فهمني تعال، بي اندر كات؟ لا ما هو هذا ميجيال وول، احنا نسوي ستريت. بي كونفرجنس؟ لا مجرد انا سويت انفولفمنت، فصار عباره عن مايكرو اكستنشن
for prevention as a sort of resistance form. هذا الحكي باللور مولا. بالأبر بالكلاس 2 شوف نفس الحالة نفس الحالة هنا. هاي هم دوفيتيل سوينا فتنة هنا وفتنة هنا. صار هسه شنو صار بالأبر بالأبر شوف دكتور هذا مو أبر هاي هنا هم دوفيتيل هذا أبر هذا دوفيتيل هنا هم ذي الحمامة بس هو شو سوى هاي دوفيتيل هم فات بالجروف هذا هذا بقى ستريت عادي ما فات به هذا جروف سوى به انفولفمنت للجروف فصار هم ذي الحمامة هسه هذا هم هل يا ترى يعطيك ريتنشن فالموضوع صار بي كونترافيرزيلين ظهر كونسترز قال هذا مو ريتنشن ولهذا اني ما حكيتك الامانه هذا الحكي انا هذا الحكي مال الكونترافيرزي والاكستنشن فورميشن حكيته فقط للطلابي وبعد ما حكيت بيه لان شويه الموضوع يخوف هسه بقول لكم مو ريتنشن خفيف يعني ريزيستنس سيروز هذا انا ما حكيته ما شرحته تمام عيني دكتور. السؤال الآخر يقول دكتور جقد الحجم مال سبوت وأخلي سمنت يعني يمتى أقرر أملي هذه السبوت بسمنت دكتورة تفوتين بيها كلها سبوتاية سبوتاية كلها كريز أفوتن الحد ما أتخلص من كل الكريز وأجي السبوتاية الفت بيها أعوضها كلها سمنت يعني عادة السبوتاية واحد مليم أحط واحد مليم تو مليم أمشي أنا أريد بس أنزل فقط بالسبوت بس بالسبوت واحط بها سمت حتى ارجع الدرس مالته كله 1.5 اي دكتور. السؤال الاخر من دكتوره نبا تقول بي دكتور اذا شلت البكل بيت كاريز وانفتح على البكل وول لازم اشيل البكل جروف كله حتى لو ما بيتسوس قصدها انفتح على البكل بيت هو عندها بكل بيت وفتح عليك على الكافيتي مال الكلاس 1 غير اي اعتقد هي شرط قصدها يعني شوي صار موضوع نعم واضح دكتوره اذا انت عندك البكل جروف ساوند يعني عندك وايت ستراكشر لا تفتحين لا تفتحين بس اذا حسيتي انه انت هذا كله كيريوس وقال الشيلين به وصارت ثين تو ستراكشر البكل جروف صار ثين لا والله فتحين لان هذا ينكسر ما يتحمل الامالجام يعني شلون تحددين تحددين على السكنس ما تو ستراكشر اللي عندك هو هذا راح يحدده هواي ما تفتحين شويه لا لازم عيني دكتور. السؤال الآخر من دكتورة طيبة تقول بي دكتور بالنسبة للأنسبورتد إنيمال إذا كان موجود بالأنجل كافو سيرفيس بكمية كبيرة لأن مثلاً الكاريز ممتدة للدنتين واضطريت أشيل من الدنتين وبقى الأنيمال أنسبورتد إذا شلت الأنيمال راح تتغير الكافو سيرفيس وممكن تتحول إلى أقل من 90 شلون ممكن أحل هيك مشكلة إذا واجهتني؟ أوكي هسه هو أكو أنيمال وجواد انت الكيريوس بس الانيمال فوق مو كيريوس غير هيك قصته تشيلينه كله تشيلينه كله الى ان الى شوف دكتوره الكافيتي مال الكافيتي المارجن مال الكافيتي مالتش لازم تقعد على ساوند تو ستراكشر لازم تقعد على انيمال قوي وجواد انت القوي يعني اذا الدنت جوا كيريوس ويبقى بس انيمال ويك لا شيلينه كله شيلينه الى ان توصلي الى انيمال ما بي كيريز وقوي وجواد انت شيلي هذا لازم. عيني دكتور. سؤال آخر من دكتور علي رائد يقول بي دكتور كوما سألت ما حد عنده إنمال هاتشت بالسوق أقدر أستخدم الآش؟ شوف دكتور للأمانة دكتور علي هسه أنا قاعد أسوي ديمو الطلابي شو أسوي؟ أسوي كلش تن البروكسيمال وول أسوي كلش تن بحيث أشوف السن اللي بصفي وأجي أكسره بالبروب تخيل بالبروب أكسره ليش؟ لأن صار ثن ممكن بالكوندنسر تكسره كوندنسر عندك كسره ليش لا تكسره؟ بروب عندك وقوي كسره كل ما تسوي ثير كل ما ينكسر اسرع بغض النظر عن الاسترومكس يعني دكتور اكو اسئله تجاوبتها دا عبرها دكتور فت سؤال اكو احتمال نستخدم دايكول تحت الامالجام بمكان السمنت زائدا عادي يكون من النوع اللي سيت بالكيورينج شوف دكتور دايكول وذاوت السمنت ما يصير لازم انا احط انا شوف اذا الكافيتي ماتي واحد ونص ما احط لا دايكول ولا سمنت احط بس امالجام ليش؟ لأن السمنت راح تحطه راح يأخذ من الثيكنس مال الأملجام وإذا قل الثيكنس مال الأملجام أقل من واحد ونص راح ينكسر فشو أسوي أنا؟ إذا كان عندي سمبل كافيتي بس واحد ونص أحط بس أملجام إذا كان عندي مودريت كافيتي يعني 3 مليم أحط 1 مليم سمنت وأحط واحد وأحط 2 مليم أملجام إذا كان عندي ديب كافيتي كلش وديب سبوت أحط على ديب سبوت فقط دايكال وحط فوقها سمنت وحط فوقها املجام وهو هذا ان شاء الله باكر نحكي بموضوع السمنت
تمام دكتور. السؤال الآخر من دكتور أمير غزوان يقول دكتور إحنا نشتغل بالإنفيرتد على البكل واللنجوال، ليش نستخدم الراوند بير؟ ليش ما نستخدم بس الراوند على الحواف؟ ممكن توضيح؟ ما السؤال هسه انت هو دكتور امير شو يريد بالراوند بير؟ شو تريد تسوي مثلا؟ احنا الراوند بير فقط ليش ما نستخدم بس الراوند الحواف؟ اه يعني انت تريد، ما هو الراوند بير ما راح يسوي لك فلات بابل فلور لان هو شكله راوند. اللي يسوي لك فلات، احنا ليش قاعد نستخدم انفيرتد؟ احنا الانفيرتد استخدامنا انه شنو؟ الانفيرتد يعطيك ثلاث وظائف، اول يسوي لك فلات بابل فلور، ثانيا من تريد تنزل بالكافيتي لازم تنزل بس بالانفيرتد تكون حلين ينزل قطعه واحده، وثالثا يسوي لك سموث. الانفيرتد كون استخدمه حتى يسوي لي سموث اند فلات بابل فلور، الراوند ما يقدر يسوي لك اياه سموث، بس ما يسوي لك مستحيل. الراوند بده يحفر يسوي لك طوبه، ويضل يحفر طوبات يسوي لك الكافيتي، واحنا احنا عرفنا اذا الكافيتي ما تصار طوبه قبل شوي بالسلايد ايش راح يصير؟ راح الامالجم تزلق وتطلع. عيني دكتور. سؤال اخر من دكتوره ايمان، اقدر استعمل البروب او الاكزاجفيتر حتى اشيل الريمينينج كاريز؟ ايه طبعا سبون اكسكافيتر استخدمه حتى اشيل بي السوفت كاريوس دنتل، كاريوس دنتل بس سوفت، هنا استخدم سبون اكسكافيتر، بس اذا هارد لا ما اقدر لازم اشيله بالهاند بيس. اي دكتور سؤال اخر من دكتوره مريم، دكتور ممكن تعيد لنا الوول انجلز اللي تحتاج راونديشن بكلاس 1 مفتوح ولا كلاس 2؟ كلاس 1 اللاين انجل داخل الكافيتي الاكزيال وول والبالبال فلور، احنا عرفنا انه منطقه التقاء اي سطحين هي عباره عن لاين انجل. انا عندي كافيتي بشكل مربع، اكزيال وول والبالبال فلور اكو بيناتهم لاين احنا نسميه انترنال لاين انجل، هاي لازم اسوي لها راونديشن بالراوند بير، هي هاي الداخليه جوا داخل الكافيتي اسوي لها راوند. يعني دكتور سؤال اخر من دكتوره انوار تقول دكتور شنو نوع السمنت اللي نستعمله بالسبوت؟ واي دكتور انوار، زيك اوكسايد، زيك فوسفيت، زيك بوليكاربوكسيليت، جلاس انوار سمنت، ريزن سمنت، واي انوار، هذا كله ان شاء الله باش نشوفه بكره. سؤال اخر من الدكتور يقول بي اكو اداه نستخدمها حتى نسوي الاكزيو بالبال لاين انجل راوند وشنو اسمها؟ اي قلناها جنجايفال مارجنال تريمر دكتور، جنجايفال مارجنال تريمر اسمها. والسؤال الاخر من دكتوره ياسمين تقول بي دكتور بالنسبه للمارجنال ريدج حضرتك قلت اذا اقل من 2 ملم اسوي الميجر وول دايفرج، زين اذا اسوي هيك مو راح يضعف اكثر؟ لا هو راح يضعف. اوكي شوف مثلا ايش عندي انا، شوف دكتوره هو 2 ملم مثلا اذا عندي ثيكنس 1.5 بس، واحد ونص اسويه مائل ما حتى ليكون اذا سويتي كونفرج او سويتي ستريت راح يكون انسبورتد لان راح يكون ثن تو ستراكشر بارز وينكسر. بس هو بديهيا جماعه هنا انت نادر ما يكون عندك هذا الشيء، عاده يكون المارجنال ايدج 1 ملي نص ملي ترى هذا لازم يفتح ميك اب، لهذا انا قلت لكم سووا دائما ستريت لان لازم تميل البير 45 من تميل 45 راح يقص هواي ويسوي لك يا واحد وهذا لازم يتحول لك لاس 2. لهذا انا ايش قلت حتى نخلص من هالمشكله سوي ستريت ولا تدخل نفس الشيء. يعني دكتور سؤال اخر من دكتوره رند مأمون تقول بي دكتور ممكن توضح لنا عن السوفت كاريز وليش يقولون الدكاتره نستخدم بيه هاند بيس؟ دكتوره السوفت كاريز دنتن فقط، السوفت كاريز دنتن انا اجي استخدم سبون اكسكافيتر، سبون اكسكافيتر مثل الخاشوقه تمام، والسوفت كاريز هو مثل النوتيلا، فانت من تجي تشيل الخاشوقه من تجيب خاشوقه وتشيل بيها نوتيلا مثل ما تجيبين خفاقه مدري مطرقه مدري هاي الخفاقه مال الكيك وتشيلين بيها خفاقه ما تشيل، لهذا انا راح اجيب خاشوقه واشيل بيها كل هذا السوفت كاريز. للامانه السبون اكسكافيتر ممتازه انه يشيل كل السوفت كاريز ومن توصل يم الهاد ما تشيل، اما الهاد بيس فترى يشيل سوفت ويشيل دنتن، ممتازه السبون اكسكافيتر. يعني دكتور السؤال الأخير ويانا اليوم من دكتورة باري علي، دكتورة باري تقول بي دكتور إذا ما كان عندنا اكزيال وول بالكلاس 2 والكاريز كان فقط بالبوكس يعني ما نقدر نسوي ريتنتيف جروز، وقتها للريتنشن نسوي اكستنشن للأوكلوزال سيرفيس لو نسوي سلوت بريبريشن ياهو أحسن حتى نحصل ريتنشن؟ دكتورة مستحيل تسوي الكلاس 2 ما عندش اكزيال وول، مستحيل
هذا الاكزيال وول ترى يا جماعه، هذا الاكزيال وول شلون يصير عندك؟ انت شلون سويتي جنجيفال سيت وما عندك اكزيال وول؟ شلون يعني؟ ما مستحيل، لازم يصير عندك اكزيال وول. هذا كلاس 1، هذا كلاس 1 بابل فلور، هذا اكزيال وول وهذا جنجيفال سيت، شلون ما راح يكون عندك؟ ما اعرف. اذا ما كان عندك معناته طبع البال، يعني الاكزيال وول وراء بال شلون؟ هذا معناه انه انت ما فاتحه، ما نازله بالبوكس، انت فاتحه قبل، فاتحه كلاس 1 وكسر البروكسيمال وول، ما مسوي جنجيفال سيت. وهذا قاعد يسوونه حاليا جماعه الكومبوزيت، انه هيش مثلا يكون عنده بس ما يسوي جنجيفال سيت ابد، يطلع كلاس 1 ويطلع بقبل يفتح البروكسيمال وول، لازم يكون انا عندي اكزيال وول. وانت الالتيرناتيف جروف مثل دي تسويهن، احنا قلنا اتفقنا ما نستخدمه بس باللارج كافيتي، البوكس كلش كبير ذاك الوقت تستخدم الكتف جروف، مو كل وقت انا اسوي الكتف جروف، بس باللارج بوكس. عيني دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لزملائنا على متابعتهم، ان شاء الله باكر ساعة 3 راح يكون اليوم الثاني من الكورس ان شاء الله، وشكرا جزيلا للجميع. حبيبي.